الاهلي يهزم الاسماعيلي نحو التقدم للصداره، وبيراميدز يبتعد بها بفوز بنيران صديقه امام الاهلي. في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، إيدي الأهلي النهاردة حقق فوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، ورغم الفوز كان مصطفى شوبير نجم المباراة الأول بتصدياته الحاسمة اللي خرجت الأهلي لبر الأمان. بيراميدز كمان بهدف عكسي قدر ياخد 3 نقاط مهمة أمام إنبي علشان يبعد أكتر بالصدارة ويزيد الضغط على الأهلي والزمالك قبل الانتهاء من المؤجلات. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز دوري نايل. قدر النادي الاهلي يفوز على الاسماعيلي 2-1 في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية. بالتخصص بيرسيتاو سجل الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 33، وبعد كده امام عاشور سجل الهدف الثاني للاهلي في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 57، وده هدف الاول اللي سجله بيرسيتاو وغيرت اتجاهها وما عرفش احمد عادل عبد المنعم يتعامل معاها بعد ما غيرت اتجاهها. كرة بتحب بيرسيتاو جدا قدام الاسماعيلي كمان تحديدا. ده هدف جميل كان ملعوب في كرة كويسة، قدر امام عاشور انه يسجل الهدف بقدمه اليسرى، هدف الثاني للنادي الاهلي. بعد كده في الدقيقة 75 ضرب الجزاء قدر عبد الرحمن مجدي يسجل منها هدف الاسماعيلي الوحيد. طيب المباراة كانت عاملة ازاي؟ المباراة كان بدايتها جيدة من النادي الاهلي ومن الاسماعيلي ايضا. لعيبة الاسماعيلي كانت فايقة في الشوط الاول، ولعيبة النادي الاهلي كانت ايضا فايقة، وقدر النادي الاهلي بخبرات لاعبيه انه يسجل هدف خلص بيه الشوط الاول. الشوط الثاني الاسماعيلي كان افضل نسبيا من النادي الاهلي، وان كان حتى في الشوط الاول اضاع فرص الاسماعيلي بفضل تصديات مصطفى شوبير الرائعه. في الشوط الثاني حاول الاسماعيلي مره اخرى، ولكن هدف لامام عاشور اتى المباراه نسبيا. حاول الاسماعيلي بعد هدف عبد الرحمن مجدي بعد الدقيقه 75 سهل المهمه شويه، تغييرات مارسيل كولر على الاسماعيلي ولكن دون جدوى، وتصدى مصطفى شوبير ايضا في الدقائق الاخيره لكره خطيره جدا ايضا لعبد الرحمن مجدي. المباراه بشكل عام هي حرفيا كانت ما بين عبد الرحمن مجدي ومصطفى شوبير، ولان مصطفى شوبير هو اللي تفوق على عبد الرحمن مجدي فخد جائزه افضل لاعب في هذه المواجهه. نادرا لما فريق يفوز يبقى الفريق الفائز الحارس المرمى بتاعه هو يبقى افضل لاعب في المباراه، خاصه لو كان فريق كبير وعنده عناصر مهمه زي النادي الاهلي امام فريق بيحاول يعني يستعيد عافيته هو النادي الاسماعيلي. وعايز ابدا بمصطفى شوبير، يعني الكلام فيما يخص هذه المباراه عايز ابدا مباشره بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير النهارده، مش النهارده بس، منذ اشتراكه مع النادي الاهلي كل المباريات اللي لعبها كانت مباريات ممتازه. لو ما خدش جائزه افضل لاعب في المباراه فهو واحد من افضل اللاعبين في المباراه. النهارده المباراه كان ممكن ووارد جدا الاهلي يخرج فيها خسران او على اقل تقدير متعادل.
لولا مصطفى شوبير كانت النتيجة هتبقى مؤكد سلبية للنادي الأهلي، علما أن مصطفى شوبير تصدى لثلاث كرات خطيرة جدا من الإسماعيلي. الفكرة بقى مش النوعية بس كرات خطيرة، الفكرة توقيت هذه الكرات أو هذه الفرص. توقيت هذه الفرص كانت كفيلة أنها تغير مجرى المباراة تماما. تعال نبدأ واحدة واحدة وخليك معايا في التوقيتات عشان التوقيتات دي مهمة جدا. الكرة دي طبعا أخطاء دفاعية، وهجيلك برضه في الدفاع عن النادي الأهلي بس بعد شوية. دي كرة من عبد الرحمن مجدي تصدى ليها مصطفى شوبير في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 43، كلالي متقدم وكان وارد الإسماعيلي يخرج من الشوط الأول متعادل في النتيجة، والتعادل ده يريح الإسماعيلي ويريح حتى أفكار الكابتن إيهاب جلال بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. فالتوقيت ده توقيت صعب جدا، إنك تسجل هدف في نهاية الشوط كان هيبقى صعب جدا على الأهلي، وطبعا كان هيدي أفضلية للإسماعيلي. دي الفرصة الثانية. الأهلي مازال متقدم 1-0. تمام؟ دي فرصة تصدى ليها مصطفى شوبير بروعة أيضا، وكان ممكن يتعادل فيها الإسماعيلي في بداية الشوط الثاني بعد 6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وكان أيضا وارد إنه مجرى المباراة يتحول. بعد ما الأهلي سجل الهدف الثاني، وبعد ما الإسماعيلي حتى سجل هدف من ضربة جزاء، أنتوا عارفين الأهلي في الدوري في الفترات الأخيرة يسجل فيه أهداف بعد الدقيقة 90 كتير. الكرة دي كانت في الدقيقة 91 وتصدى لها مصطفى شوبير وأنقذ النادي الأهلي من تعادل مؤكد أمام الإسماعيلي. وبمعنى أدق عشان أبقى أمين يعني، هو أنقذ الأهلي بحكم هذه الفرص من الخسارة في مباراة اليوم. فمصطفى شوبير النهاردة أنقذ الأهلي، الأهلي النهاردة ما عملش مباراة كبيرة. ولو حطينا فرق الإمكانيات وفرق الخبرات وفرق الاستقرار لصالح النادي الأهلي، فالإسماعيلي النهاردة قدم مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي حتى وهو خسران. أنت بتتكلم النهاردة تصدى لأربع كرات، ثلاثة منهم كانت أهداف مؤكدة اللي أنت شفتوهم من منذ لحظات، وبعد كده ثلاث تصديات من منطقة الجزاء وتصدي واحد من خارج منطقة الجزاء وثلاث كرات طولية صحيحة وعمله. طيب معانا عبر الهاتف الآن كابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي. يا كابتن حمد مشرف ومنور كالعادة. حبيبي يا كريم ربنا يبارك فيك يا حبيبي. لسه كنت بقول منذ لحظات الإسماعيلي عمل مباراة محترمة النهاردة قدام الأهلي وكان خطير على مرمى النادي الأهلي، ولولا تألق مصطفى شوبير كنت مؤكد هيطلعوا بنتيجة إيجابية على الأقل التعادل. والله يا أحمد ربنا يا كريم، يعني مباراة جيدة جدا للعيبة، عدد من الفرص كان ممكن تخلص بيها المباراة. انا يعني مش عارف اقول ايه، لكن بقول ان انا زعلان. احنا بنلعب فرقه كبيره طبعا النادي الاهلي، لكن انا زعلان من النتيجه، كانت ممكن تكون احسن من كده، لكن لازم تبقى انت عندك الرغبه اكتر من كده بقى كريم، وبقى عندك جلد اكبر من كده ان انت تخلص المباراه وتخلص. لكن في الاول وفي الاخر يعني هي دي كره القدم، وبحمد ربنا وبقول برضو مش كل مره هقول في المباراه ان احنا بنلعب اداء جيد وبعدين تخسر او تحصل نتيجه سلبيه، لكن انا ما اعرفش يعني التوفيق غايب عننا. انا بالمناسبه عاده يعني بنتكلم مع بعض كثير من المباريات للاسماعيلي، حتى المباريات اللي بيخسرها الاسماعيلي او بيخرج متعادل، ما كنتش بسمع صوتك حزين لهذه الدرجه، اشمعنى النهارده تحديدا زعلان قوي؟ والله يا كريم لان بيبقى يعني النهارده عدد الفرصتين ثلاثه اللي جم النهارده فرصتين ثلاثه سهلين، يعني يخلصوا بسهوله، يعني ما فيهمش صعوبه وانت بتتعامل معاهم. لكن ما اعرفش التوفيق، يعني ما عندنا اثنين لعبد الرحمن مجدي، واحده انفراد صريح والشوط الاول، الثانيه الشوط الثاني من جوه السته وعبد الرحمن اتعامل معاها، ولكن مصطفى يعني شوبير كان، يعني انا بقول بحيي مصطفى شوبير، لان لو مصطفى شوبير ما اعرفش يعني مش موجود النهارده كان ممكن يحصل ايه او النتيجه تبقى ازاي. لكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب فرقه كبيره، وكان نفسي يبقى فيها نتيجه ايجابيه يا كريم، لان دي هتفرق مع اللعيبه نفسيا، لان ببقى يعني ما اعرفش مش عايز اقول كل مره بنلعب اداء جيد والنتيجه سلبيه. ان شاء الله انا بقول الفرقه ديت يا كريم مباراتين بس تكسبهم يبقى في 6 بونت فيهم، صدقني الفرقه دي هتلعب كوره ونبقى مبسوطين وهما بتلعب كوره محترمه يعني ان شاء الله. احنا شفنا اكتر من عنصر في الاسماعيلي النهارده مبشر جدا يا كابتن حمام، مش النهارده بس يعني طوال الموسم، يعني
بس تحس اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط، انه في اهتزاز نفسي ما في الفريق، مش راكز، مش ثابت، الاداء حلو، في كره حلوه بتتلعب او في اداء تكتيكي مميز موجود، بس تحس انه في دايما توتر بدون داعي. ما والله يا كريم يعني بنحاول نخلص احنا اللعيبه ديت، وحتى دايما يعني بنتكلم وبتحمس اللعيبه بتاعتك وتوديها في الاتجاه الايجابي، ان انت دايما بتلعب في نادي كبير، انت النادي الاسماعيلي نادي كبير لا يقل عن اي نادي في مصر، ولازم تبقى انت على قد المسؤوليه وانت لعيب كبير، يعني بنحاول نخش في الحاجات اللي فيها ايجابيات للعيبه عشان تبقى عنده طاقه ايجابيه، لكن جوه المباراه بتحصل يعني يدخل فيك هدف زي بتاع النهارده الاولاني دوت، عارف انت لما بتخبط في حد وتتحول، فممكن دي بتاثر نفسيا على بعض اللعيبه، فبنحاول نقومهم. كابتن ايهاب غير شكل اللعبه حوالي مرتين ثلاثه في جوه اللعب مع اللعيبه، بحيث ان اللعيبه تبقى دايما فايقه جوه الماتش، والحمد لله. يعني انا بقول ان احنا سيبنا الكوره شويه النهارده وده كان مقصود مننا، لكن كان عندنا التحولات بتاعتنا ازاي نروح وازاي نعمل عدد من الفرص، وده اللي حصل النهارده. لكن انا بقول لازم يبقى فيها توفيق اكتر من كده، ولازم يبقى في رغبه من اللعيبه اكتر من كده ان انت تكسب المباراه. لقطه الطرد يا كمان كابتن حمد، خلصت عن المباراه تماما يعني؟ والله دي الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش يا كريم يعني، وما بنتمنهاش احنا اصلا. محمد نصر ولد صغير مجتهد ولعيب من اللعيبه الكويسه، لكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب في نادي كبير. أيوة. وفي حاجات ما ينفعش تحصل احنا ما بنحبهاش اصلا. أيوة. ولا الاعتراض بالشكل ده احنا نقبله. أيوة. وفي الاول وفي الاخر هيبقى في عقوبه طبعا، لكن كل ده برضه زي ما بقول لك عقوبه يا كابتن حمد من عندكم قبل العقوبه بتاعت المسابقات؟ طبعا عظيم طبعًا. جدا والله. انا والله قلت اسالك السؤال بالصيغه الهاديه دي عشان ما اوتركش اكتر ما انت زعلان. لا لا بس لا والله موقف محترم منكم، عشان هي بصراحه لقطه تضايق يعني، فكره انه يتعدى بالايد على الحكم او يلمس الحكم. انا بقول خبره الولد، وهو ولد صغير. لكن انا بقول هو يعني يمكن دي اول مره تحصل منه، لكن وهي مش مقصوده، لكن ممكن تكون بقى شدد المباريات، مش عارف ايه الضغط العصبي اللي الولد بيلعب بيه على طول. محمد نصر بيلعب مباريات كبيره وكتيره مع الفرقه، فممكن تبقى. لكن احنا بنقول برضو ممكن دي يعني هتعلمه، تخليه برضو ان احنا لا احنا ما لا نقبل الكلام ده، احنا نلعب، عايزين نلعب اداء رجولي جدا واداء جيد جدا واداء محترم جدا، لكن في نفس الوقت لا نقبل التجاوزات في اي حق اي حد. اشكرك كابتن حمد. دايما واحنا بنتفرج على الاسماعيلي بنحس ان هو ناقصه مهاجم، يعني الاسماعيلي النمط والشكل اللي بتلعبوا بيه محترم جدا، بس ناقصه مهاجم. ليه النهارده مثلا باسم كان موجود على الدكه، ليه ما شفناش باسم؟ ليه المركز ده دايما في نقصان في الاسماعيلي؟ بص احنا يعني باسم لسه راجع معانا من 4 ايام. وباسم من اللعيبه الكبار، لكن لسه ممكن ما يعني ما يكونش 100%، لكن زي ما بقول لك احنا قبل ما باسم يجي معانا احنا اصلا فرقه الاسماعيلي بتلعب من غير فيرود. ايوه. اصلا النادر اصلا مش موجود، ما كانش فيرود اصلا. لكن هنقول بقى حتى الفراوده اللي كانوا موجودين معانا منهم يا وانور، وده احنا يعني خلاص ده مش معانا، ده كان الفرود رقم واحد، وكان باسم موجود قبل كده وما كانش موجود معانا بقاله 3 شهور. كان بقى في حازم مرسي وكان في ابو بكر، ودول مش موجودين معانا كلهم. فانا بقول ان احنا بنلعب من غير فرود، احنا يعني كابتن ايهاب وظف نادر، فبقى نادر بيشتغل في الحته دي، لكن حتى هي مش مكانه الاصلي. لكن بنحاول على قد ما نقدر كريم نسد الكلام دوت، ولان عندنا بعض المراكز اكيد فيها نقص كريم، لكن بنحاول ان احنا نوفق الفرقه بتاعتنا ونقدر نشتغل في اوقات كتيره جوه المباراه، ما تبقاش انت حاسس الكلام دوت. ربنا معاكم كابتن حمد. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا. ده على لقطه محمد نصر لاعب الاسماعيلي، لاعب مجتهد ولاعب مبشر جدا، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل عظيم جدا. لقطه سيئه يا شباب، لو اللقطه معانا كمان يا ريت. هي دي اللقطه يا ريت نعرضها بس عشان اشوفها معاكم. لقطه مش حلوه، سيئه، ما نحبش نشوفها في ملاعبنا. داخل يضرب في صدر الحكم كابتن احمد الغندور، ياخد الطرد، وبعد كده برضو داخل يخبط في صدره. يا جماعه يعني انتوا نفسكم كلاعيبه كوره، واحنا بنتفرج على اللقطات في اوروبا
ونقول يا سلام على الكوره في اوروبا، يا سلام على احترام الناس في اوروبا، وما فيش حكم بيعرف يعني. طبعا في بعض اللعيبه بتروح تعترض على الحكام بس بمساحه معينه دون تجاوز. بص المنظر ايه ده، ايه ده. اعتقد هياخد عقوبه للاسف كبيره، والاسماعيلي مش مستحمل عقوبات على لاعبيه. يعني هي قايمه يعني اصلا الله يكون في عون الكابتن ايهاب جلال وجهازه الفني. ليه تعمل موقف زي ده مهما كانت الاسباب، مهما ده مصم يعني. انت فاهم اللي هو خبطه المره الاولانيه، وانا عجبني بالمناسبه رد فعل الكابتن احمد الغندور، هدوء. هو ما عملش مشكله على فكره. في حكام مثلا في امريكا اللاتينيه اللي هيجي يعمل لهم كده هيخش معاه في خناقه عركه يعني. هو اتعامل احترافيا بشكل عظيم جدا، واكيد هيكتب الكلام ده في تقريره. ما نتمناش طبعا عشان بس الجمهور الاسماعيلي بيتفرج عليك يقول لك ايه يا عم انت عايزهم يوقفهم محمد نصر واحنا ما احنا ناقصين. لا انا مش عايز محمد نصر، بالعكس ده انا متضايق منه انه عمل كده عشان هيتوقف. ده لو خد طرد بس، لو خد طرد بس وهيتوقف ماتش ولا ماتشين هتضايق برضه. ليه؟ الاسماعيلي محتاج كل لاعب عنده. بس الموقف اللي زي كده الحاجات دي ما ينفعش تعدي. ليه؟ عشان بتبقى النموذج. لو عدت تلاقي بقى كله ماشي بيتعدى على الحكام يعني. دي حكايه. كمان النهارده وقفت شويه عند مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، له تصريحات كثيره في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. هنعرضه لحضراتكم وهتسمعوا قال ايه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، بس هعلق على جزئيه واحده فقط. اولا الراجل الماثل امامكم دوت من الناس اللي شايفه ان مارسيل كولر ده واحد من افضل المدربين الاجانب اللي دخلوا مصر، بل في بعض الاحيان بقول انه افضل مدرب اجنبي جه مصر. تمام، ما عنديش خلاف في ده يعني. اللي هو ايه في وايه وليه اسبابي، تطوير فردي للعيبه، تطوير جماعي للفريق، انه ازاي بيخلي اللعيبه كلها جاهزه، ازاي بيعرف ياخد بطولات، يعني في حاجات تخلي الراجل ده من اعظم المدربين اللي جم الاجانب اللي جم في مصر. الراجل بيقول لك مودست بيتسلط عليه ضوء سلبي كتير جدا، وهو ده اللي مأثر على مستواه وما خدش فرصته كامله. يا سلام يا سلام. بص انا بحترم جدا المدرب اللي يشوف لعيب ويثق فيه حتى لو الناس كلها ما شافتوش لاعب جيد، بس يا كولر ايه الاماره اللي اداها لك مودست خلاك ما زلت تثق فيه؟ ايه الاماره؟ يعني انت ممكن تشوف حاجه احنا مش شايفينها، صح؟ طيب اللي انت ممكن تشوفه احنا مش شايفينه ايه مثلا؟ تقول والله الراجل ده تكتيكيا في الملعب وتحركات و بيعمل شغل كويس حتى لو ما بيسجلش اهداف. لا ما بيتحركش اصلا. الراجل ده مثلا في الكرات العرضيه مميز جدا، جاب واحده بس. الراجل ده مثلا يعني في استلام الكوره وانه يبقى بين قوسين يعني الجمله اللي بنقول عليها او الكلمه اللي بنقول عليها محطه ما بيعملهاش. طيب ايه بقى الاماره؟ يعني ايه المميز اللي فيه انت شايفه واحنا مش شايفينه؟ اكيد ما فيش بصراحه. وبصراحه بقى وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، لجنه التخطيط في النادي الاهلي وهي لا تتدخل ابدا في عمل الجهاز الفني اتكلمت مع كولر فيما يخص مودست، وقلت لكم قبل كده ان نسبه مشاركاته لو وصلت ل 100% بحسب العقد اللي مكتوب يعني مودست هيتجدد العقد بتاعه تلقائي، هيتجدد العقد بتاعه تلقائي لموسم جديد لو لعب 70% من مباريات الاهلي في الموسم، وهو قريب هو لعب تقريبا منهم حوالي 90% من ال 70 يعني. فاللي هو فاضل له 10% عشان يوصل لل 70% من مباريات الاهلي بشكل عام ويكمل مع النادي الاهلي يتجدد العقد تلقائي. فاللي هو انت بتلعبه ليه؟ ما هو انت عارف لو ليه فايده هقول لك ايه، المدرب من حقه ملوش دعوه بقى مش هيوفر للنادي، المدرب يلعب اللي هو عايزه هيبقى مفيد، بس هو مش مفيد. وما احنا ما عملناش في حاجه. ومفيش تسليط ضوء سلبي ولا حاجه، بالعكس ده احنا يا جدع ده مارسيل كول ده انتوني مودست عشان حجز على لعيب وسند الكوره لوسام ابو علي قلنا جبنا اللقطه دي وعملنا عليها حفله. ده احنا يعني بنتنشا على اي حاجه الراجل يعملها، ما بنشوفش منه حاجه. طيب تعالوا نسمع تصريحات مارسيل كولر بعد مباراه الاسماعيلي النهارده ونرجع نكمل كلام. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، ضغطنا بشكل شرس جدا على المنافس، بدأنا نضغط كويس تقريبا زنقناهم في نص ملعبهم طول الشوط الاولاني بنخلق فرص، كان ممكن ان احنا الشوط الاولاني نتقدم 2-3
كان شكلنا كويس قوي الشوط الاولاني، لكن في نفس الوقت المنافس برضو قدر يخلق فرصه من هجمه مرتده انقذها اوفا ببراعه. خلص الشوط على كده. نزلنا الشوط الثاني، للاسف اول خمس دقائق في الشوط الثاني كنا نازلين مش كويسين خالص ومش مركزين، لان اللعيبه للاسف استسهلت الماتش وبدات تحس كده ان المواضيع هتمشي لوحدها والدنيا ماشيه كويس وسهله، وفجاه كده دخلنا الماتش مش ما دخلناش في احسن حاجه. عقبال ما بدانا نخش في الشوط الثاني الحمد لله ربنا كافئنا وجبنا جون حلو جدا. فضلنا بقى متحكمين في المباراه تماما، بنحاول ان احنا نخلق فرص، بنحاول ان احنا نقرب من الجون، لغايه فجاه دخلنا برده المنافس تاني احنا في المباراه مره تانية بضربه الجزاء. فمواقف بتبقى الواحد بيقول انها فعلا بدون داعي بندخل المنافسين او مدخل نفسنا في مشاكل وبندخل نفسنا في ضيقه في المباراه او بنصعب المباراه على نفسنا بدون داعي. فالمنافس طبعا جاب جون من ضربه جزاء، فبدا يخش في الماتش، بدا يجيب له طاقه، عايز يتعادل، عايز يضغط، فالماتش اتكهرب كده شويه. احنا كان في الاوقات دي المفروض ان احنا بنمسك كرة اكتر، بنبقى هادين اكتر، بنتحكم في رتم الماتش اكتر من كده، ودي دروس لازم نستفاد منها في الاوقات دي من المباراه. الماتش كده كهرب شويه في الاخر، ولكن الحمد لله خرج ببر الامان. بتفق مع حضرتك جدا في النقطه دي. كمان احنا يعني سعداء جدا بعوده المصابين السبعه. الفتره اللي قبلها كان في صعوبه ان احنا ازاي ناخد من كل الماتشات اللي احنا عايزينه واحسن اكتر استفاده ممكنه رغم غياب سبع لعيبه كتير جدا، لكن حاولنا ان احنا نستفيد قدر الامكان. دلوقتي سبعه رجعوا، فبقى في منافسه اقوى كمان، فده مفيد لينا جدا. اللعيبه كمان راجع من اصابات طويله محتاجين وقت، وده باين النهارده، محتاجين فورمه، محتاجين رتم ماتشات، ده لسه هياخد وقت شويه. مش كلهم على نفس الجاهزيه، بس احنا بنجهزهم ان هم يبقوا كلهم مستعدين. فبتفق مع حضرتك في النقطه دي. بختلف مع حضرتك بس في نقطه انتوني مودست. انا مش شايف ان زي ما الناس بتتكلم طول الوقت بشكل سلبي، في تسليط دايما بشكل سلبي عليه، لكن هو في ماتشات كتير عملها كويسه، عمل حاجات كتير كويسه، حاجات بنطلبها منه بيعملها في ارض الملعب زي ما احنا عايزين في بعض الماتشات. بالنسبه للنهارده هو نزل وقت قليل، نزل وبعدين بعد ما نزل بشويه صغيرين الماتش الكهرب، فما كانش فيه الماتش كان فيه حاله تسرع وفي حاله لخبطه، فما كانش عنده الفرصه ان احنا نقدر نقيمه النهارده بشكل جيد. لكن هو كان ليه برضو بعض الماتشات الجيده، مع حتى لو الناس كتير مش شايفه ده. ما لحقتش اتكلم معاه، شفت فعلا هو خرج ما قدرش يكمل، كان واضح ان في مشكله عنده في انكل رجله، لكن ما لحقتش اتكلم معاه لان الاستاذ المراقب خدني وقال لي لازم فورا حالا نخش المؤتمر الصحفي، فخدني من ايدي، ما لحقتش حتى اتكلم مع اي حد ولا مع الدكتور، وجيت حضرت المؤتمر الصحفي وما اعرفش حاجه. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. دي تصريحات مارسيل كولر، تصريحات زي ما قلت لك انا مختلف فيما يخص مودست كليا، يعني مش قادر اصدقها ومش قادر افهمها، ومش لاقي حتى ليه ملمح او اماره تقول ان هو لاعب مؤثر او لاعب جيد مع النادي الاهلي. طيب معايا دلوقتي للحديث عن مباراتي دوري ابطال اوروبا في نصف النهائي. الذهاب كان ما بين بايرن ميونخ وريال مدريد، مباراة انتهت بتعادل ايجابي 2-2، والنهارده منذ قليل انتهت مباراه دورتموند وباريس سان جيرمان بفوز بروسيا دورتموند 1-0. معايا عبر زوم اتيليو تياسير، لاعب منتخب ايطاليا وانديه نابولي واودينيزي ومدرب كالياري السابق. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. بالتاكيد ده السؤال الاول ليك، رايك في مواجهه الامس ما بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال؟ كانت مباراة رائعة جدا، كانت مباراة الذهاب نقدر نقول إنها كانت مباراة جميلة معقدة بعض الشيء في الشوط الأول، وحتى لو أتى ريال مدريد بالجون الأول وكانت جميلة جدا. وباي لانه تروفاتو لقوا جونين ولعبوا بشكل افضل، ولكن هذه تركت، ولكن بعد ذلك ريال مدريد قدر ان يستطيع ان يحصل على التعادل، واقدر اقول ان هو دي النتيجه العديله للمباراه.
ريال مدريد دائما وابدا يتفوق في دوري ابطال اوروبا سواء كانت حالته جيده او لا. ما سر تفوق الريال دائما في دوري الابطال؟ اعتقد ان اعتقد ان لديهم مدرب كبير جدا، ليس لانه ايطالي ولكن هو مدرب رائع من الطراز الاول ومن الطراز الذي افضله، لانه يقوم بطريقه رائعه مع ريال مدريد وتدرب ريال مدريد وتلعب مع ريال مدريد، هي دي اعلى حاجه في كره القدم. اقدر اقول ان ريال مدريد هو فريق قوي، عندهم الامكانيه وعندهم التعود دائما للمكسب. انشيلوتي نجح مع رحيل نجوم الفريق الكبار كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، راموس، فاران واخرين، انه يعمل جيل جديد ومحترم للريال مدريد، ودي بالتاكيد صعبه على كثير من المدربين ان يرحل من فريقك ابرز النجوم. بالطبع صعب جدا، ولكن هو استطاع يغير درجات، ولكن مش درجات نهائيه، لكن هو درج واحد مع واحد معه كروس ومودريتش وبقى لاعبين اخرين قدام، اقدر ان هم يقدروا يغيروا ويقدروا يساعدوا اللعيبه الشباب الجديده ولعيبه جيده لهم، ولكن هم لاعبين جيدين ومهاجمين اقوياء. توقعاتك لمباراة العودة، هل يستطيع أو هل يكون ريال مدريد الأقرب للصعود للمباراة النهائية؟ هم نقدر نقول الفريقين فريقين كبار جدا متعودين على المكسب، ما ليس لديهم الخوف من أي شيء، ولكن أفضل ريال مدريد لأن في برنامج سوف يكون بالتأكيد استاد ريال مدريد هو بالتأكيد له قوة وله لون مفضل وشيء مفضل لريال مدريد. ما أقدرش أقول 50-50، ولكن أقدر أقول 55-45 بالنسبة للنتيجة النهائية. مباراتي نصف النهائي كانت ما بين ريال مدريد وبايرن الأولى، الثانية كانت اليوم ما بين دورتموند وباريس. باريس في محاولة منذ سنوات إلى لكي يصل للمباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة، خسر اليوم مباراة الذهاب أمام دورتموند. هل تتوقع أن أموره تصعبت في الوصول للمباراة النهائية؟ باريس هذا الليلة كان سوء الحظ، فقد كرتين كانوا موجودين داخل الشباك، كان له الحق أن يكسب فعلا، ولكن بروسيا دورتموند كسب، استطاع أن يكسب، كسب بفضل بمساعدته بجون، ولكن هو عانى في الشوط الثاني كثيرا، ولكن بعض الشيء كان عنده الامكانيه ان هو يكسب 2-0، ولكن سوف تكون مباراه باريس صعبه شويه من الناحيه التكنيكيه، لانه باريس سان جيرمان لديه الافضليه والتكنيك العالي، وسوف تكون المباراه صعبه جدا في باريس. أسألك عن الدوري الإيطالي وفوز الإنتر بالدوري هذا الموسم قبل انتهاء المسابقة بأكثر من أسبوع، رأيك إيه فيما قدمه إنتر ومع مدربه سيميوني إنزاجي هذا الموسم؟ الإنتر هذا العام عمل رائع جدا في الدوري الإيطالي، عمل موسم رائع مدهش ولديه نقاط ذهبية واستطاع أن يكسب جميع مبارياته،
هو فعلا فريق كبير. احنا فقط لدينا ان نقول له التهنئه لانه السنه الماضيه استطاع ان يصل للنهائي، ولكن كان لديه سوء الحظ ان يوصل في النهائي، ولكن هذا العام انه يكون بعمل رائع جدا، لعب كره قدم جميله بالفعل. إنيليو تيسير لاعب منتخب إيطاليا وأندية نابولي وأودينيزي ومدرب كالياري السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا اللقاء عبر زوم. صعد ريال مدريد، صعد باريس سان جيرمان، هتبقى فيها حكاية، حكاية كبيرة يعني، حكاية ريال مدريد ومبابي. فهمش أنا عايز النهائي كده كده، أنا عايز ريال مدريد يصعد النهائي إن شاء الله يعني، بس مش عايز باريس يصعد للنهائي عشان مش عايز المواجهه دي ما بين ريال ومبابي على البطوله قبل ايام قليله ان شاء الله انضمام مبابي لريال مدريد، والله اعلم. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. مساء النور مساء الفل عليك. النهارده مباراه الاهلي والاسماعيلي، كابتن احمد الغندور كان يدير المباراه راس طاقم تحكيم. شفت المباراة تحكيمان ازاي النهاردة بشكل عام؟ لا بشكل عام النهاردة ما حسيناش بنظام التحكيم، القرارات التحكيمية الكبيرة في المباراة نجح احمد غندور ورفاقه باتخاذ القرارات الصحيحة، القرارات الصحيحة في اغلب اللقطات اللي هي الاصل المؤثرة في المباراة، وبالتالي بنتكلم ان مجمل المباراة النهاردة التحكيم نجح تماما في المباراة. عظيم جدا، نبدأ بالحالات على طول. أول حالة معانا هي في الدقيقة 23 وكانت مطالبة النادي الأهلي بركلة جزاء، الحالة أمام حضرتك. هي الكرة جت في الإيد، لاعب الأهلي طلبه بركلة جزاء، بس الإيد هنشوف منظر الإيد بتاع اللي جت اللاعب فيها، الإيد اللاعب حط إيده ورا ظهره وملاصقة للجسم، ولما تبقى الكرة الإيد ملاصقة للجسم وتيجي الكرة فيها استمر اللعب. لو خبطنا الإيد لو اللي جت في الإيد اللي بره الجسم دي فمكبرة الجسم، لا الإيد اللي جت فيها المكان اللي جت فيها هي اللي ملاصقة للجسم تماما، وبالتالي استمر اللعب بقرار صحيح ومفيش فارق لجزاء ومراجعه صحيحه من الحكم الفار وقرار صحيح من الحكم. عظيم. في الدقيقه 26 كان في كره اخرى لنادي الفرج حصل على انذار واعترض بعدها. تمام كريم، دايما المعيار بالنسبه لنا هو لعب الكوره، اللي لعب الكوره هو مصطفى شوبير، الدخول باقصى درجات التهور بالمنظر ده من نادي الفرج يعاقب عليه بركله حره مباشره وانذار. احمد احتسب ركله حره مباشره لصالح الاهلي والانذار كان انذار مستحق وقرر صحيح من حكم المباراه. بس ما تبقاش طرد ابدا. ها لا لا، المنظر ده اقصى درجات التهور، مش لعب عنيف، بالتالي الدخول ده يعتبر اقصى درجات التهور، وبالتالي انذار مستحق. طيب الكوره اللي بعد كده كوره ل رامي ربيع حصل فيها على انذار. الكوره دي هي كانت رجله حره مباشره باهمال من رامي ربيع، لكن في هجمه واعده للاسماعيلي في المكان ده، وبالتالي الرجله الحره صحيحه والانذار مستحق على رامي ربيع. هو اللي حصل مش بتهور، باهمال خطا باهمال، لكن الانذار سببه ان في هجمه واعده للاسماعيلي وبالتالي ومساحه للاعب اللي ده متقدم، وهجمه واعده للاسماعيلي وبالتالي انذار لمنع هجوم واعد للاسماعيلي. عظيم جدا. اخر حاجه او اللقطه اللي جايه لقطه ضربه الجزاء بتاعه الاسماعيلي، هي اللقطة الأهم في المباراة، ركلة الجزاء. أحمد كان موجود في تمركز ممتاز، هنشوف مع بعض. الإهمال بس عشان جمهورنا يبقى معانا، الإهمال مش شرط أنا قاصد إن أنا رجلي تحتك برجل المهاجم. الإهمال بيحصل إن أنا ما خدتش بالي، وبالتالي في حصل تلامس بين رجل رامي ربيعة ورجل نادي الفرج، مش شرط يعصي لحظتها ايميديتلي، مش شرط، ممكن ياخد خطوه والالتزام بتاعه يختل بعد كده بعد الاصطدام اللي حصل ده. وبالتالي بنتكلم على ركله الجزاء الصحيحه تم احتسابها. كانت في ناس بتتكلم ان ده يبقى انذار ثاني، يبقى انذار ثاني نوقف بس لما الكره تبقى في الهواء. كريم نرجع بس ورا خطوه، الكره وهي في الهواء يا شباب بالظبط. ركله الجزاء لما تم احتسابها مع وجود فرصه محققه يبقى في انذار لرامي ربيع. لكن هنا الفرصه المحققه في عنصرين من الفرصه المحققه قللوا لوجود فرصه محققه، اللي هي اول حاجه عدد المدافعين، في 2 مدافعين موجودين في اللقطه، وفي نفس الوقت الكره مش تحت سيطره نادي الفرج، وبالتالي بنتكلم ان ما فيش فيها فرصه محققه مع الانذار. لازم لمعركة الجزاء الانذار لو وجود فرصه محققه، وبالتالي ننفي وجود فرصه محققه، يبقى مفيش انذار لرامي ربيعه، يبقى القرار الصحيح اللي خده احمد الغندور ركله جزاء صحيحه بدون انذار، وبالتالي رامي ربيعه ما استحقش انذار ثاني وطرد.
بالظبط، هي ركله جزاء صحيحه بدون انذار، لان ما عندناش فرصه محققه موجوده لنادي الفرج في الرأفلات ديت، وبالتالي قرار صحيح طيب. في المباراه. هكلمك على لقطه بس لو الموضوع اللقطه دي في كمان لقطات معاك. ماشي اتفضل. مطالبه امام عاشور بضرب الجزاء في اللقطه دي. بالظبط، هو موجود في مكان ممتاز احمد غندور، اخذ القرار باستمرار اللعب، لكن انا اختلف معاه، كان لازم في اللحظه دي لازم صفاره تطلع. الصفاره بسيميوليشن موجود من امام عاشور، لاعب النادي الاهلي في اللحظه دي امام عاشور، وبالتالي الصفاره كانت وجوبيه، ولكن هو الاهم بالنسبه لك كريم في اللحظه دي ان ما يحسبش ركله جزاء، والخطا لو حصل يبقى في خطا بره منطقه الجزاء. يعني انت بتقول لي ان في اللحظه دي كمان امام كان المفروض ياخد انذار. السيموليشن واضح، مش شرط يبقى جوه منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، لازم يعاقب، لازم الصفاره تبقى موجوده، لكن في الاخر الاهم عندي في اللقطه ان ما فيش ركله جزاء موجوده في اللقطه دي للنادي الاهلي. عظيم جدا. طيب اللقطه اللي بعد كده، لا اللقطه انا عايز اتكلم معاك فيها شويه بصراحه، لقطه محمد نصر، لقطه الطرد. بص يا كريم، اولا ما فيش ركله حره مباشره للاهلي، يعني ما فيش خطا على اللاعب الاسماعيلي، اللاعب الاسماعيلي لعب الكره تماما، بس ده مش مبرر ان اعترض الاعتراض ده، يعني هو في الاول احمد اخطا في الركله الحره مباشره لموديست، ماشي، اللاعب الاسماعيلي نجح تماما في لعب الكره، ما فيش خطا، الاعتراض اللي حصل بعد كده من اللاعب غير مقبول حتى لو الحكم خد قرار خطا. تمام. الانذار لما خد الانذار، هنيجي باللقطه الاولانيه لما خد الانذار قبل الطرد، الانذار لما خد الانذار زق الحكم في صدره دي، ومباشره كنت مستني من احمد الغندور كارت احمر الاولاني خالص، يعني الانذار الاولاني خالص. اي معانا ده خد يعني هو لما راح يعترض بالمنظر ده انذار، ماشي، مجرد حط ايده على صدرك بالمنظر ده اوتوماتيك الانذار ينزل، الاصفر ينزل ويطلع الاحمر مباشر. ما نستناش عليه، هو صبر عليه قوي احمد غندور، صبر عليه في اللقطه دي قوي، وبعد كده اعترض، استمر في الاعتراض، خد انذار ثاني وطرد. كنت اتمنى يديله الطرد في المباشر في اللقطه دي، عشان يبقى عبره لكل لعيب بعد كده لما يحط ايده على الحكم ما يعملش بالمنظر ده، لان اي حط ايده حكم بالمنظر ده هي مقابله كارت احمر مباشر كمان، مش انذار مباشر. لكن الانذار ده هيستمر معاه، والكارت الاحمر هيستمر معاه عشان ياخد عقوبه من لجنه المسابقات بعد كده بالمنظر ده. هي كان هيبقى الكارت الاحمر ده يا كريم انذار لكل لعيبه الدوري المصري، حط ايدك على الحكم بالمنظر ده وبتساوي كارت احمر. لكن مجملا طبعا الانذار الثاني مستحق والطرد مستحق، مجملا الماتش في اخطاء تحكيميه، ده اكيد زي اي ماتش بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، لكن ما فيش عندنا خطا تحكيمي مؤثر في نتيجه المباراه، والناس نجحت النهارده في المباراه تماما. يعني كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات المهمه فيما يخص مباراه الاهلي والاسماعيلي. مباراه اخرى النهارده، بيراميدز قدر يفوز بهدف دون رد، هدف سجله محمد حامد لاعب ام بي في مرماه في الدقيقة 63، الهدف أمام حضراتكم. وبيراميدز واصل للمرحلة بتاعة الفريق التقيل، اللي هو إيه؟ اللي هو حتى لو أنا مش في أفضل أحوالي أنا هقدر أكسب. النهاردة بيراميدز عمل كده وواصل تصدره لمسابقة الدوري المصري الممتاز. إحنا لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن محمد صبحي حارس مرمى النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق، وايضا الكابتن اسلام عادل لاعب النادي الاهلي السابق. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الكباتن الكبار كابتن محمد صبحي حارس مرمى النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن اسلام عادل لاعب النادي الاهلي السابق. كابتن محمد منور الدنيا، سعيد جدا بتواجدك معايا. ده نورك كريم، مساء الفل. اخبارك ايه؟ زي الفل. امورك حلوه؟ الحمد لله، وحشتني. وانت وحشني اكتر كابتن اسلام، منور الدنيا. كابتن كريم حبيبي، وحشتني. اخبارك ايه؟ وانت وحشني. كله زي الفل الحمد لله. سفرجت حلوه، سفرجت ملمومه. كان معايا الكابتن رضا امبارح، انا والكابتن اسلام والكابتن محمد صبحي والكابتن ده شحاته، كنا مع بعض في سفريه كده في ايفنت ما، يعني انا كده عرفت ضيوف بكره مين بقى. الناس برضو كانوا معانا في السفريه، احنا هنيجي ورا بعض ورا. انا باخدهم كلنا، الطياره كلها مش عايزين نفتكر برضو الطياره. يلا الحمد لله، الحمد لله رجعنا بالسلامه. الحمد لله كابتن محمد. النهارده الاسماعيلي زي كنت لسه بتكلم مع الكابتن حمد، عمل مباراه معقوله قدام النادي الاهلي. معقوله دي اقصد بيها انه بفرق الامكانيات، بفرق العناصر، بفرق الثبات في التشكيل وفي الاستقرار وفي امور كثيره، فالاسماعيلي عمل مباراه كان فيها ند قدام النادي الاهلي النهارده، وكان ممكن يخرج بنتيجه ايجابيه بسهوله. اكيد هو ثبات، بقى في ثبات للتشكيل، بقى في ايجابيات في فنيا في الملعب. مباراه الاهلي يعني كنت اتمنى ان انا اخدها النهارده، الفرقه اللي عايزه تكسب بطوله او اللي عايزه تعدل من وضعيتها في جدول الدوري كانت لازم تكسب النادي الاهلي.
ومش هقول النادي الاهلي كان في افضل حالاته النهارده، لا، الاسماعيلي يعني كانت فرصه كبيره جدا النهارده يخرج بنتيجه ايجابيه ضد النادي الاهلي. فرط في فوز لولا تالق مصطفى شوبير، وزي ما بنقول الحراس دايما ليها دور كبير جدا، والنهارده مصطفى شوبير كان له دور كبير جدا في حاله اداء النادي الاهلي. ان النهارده مش موفقين او مش معظم او بعض لاعبيه مش في حالتهم الفنيه، هو مصطفى شوبير كان الافضل فنيا في حالته الطبيعيه كلاعب وكحارس مرمى، قدر المواقف اللي جات له النهارده قدر اللي هو يتصدى ليها. كابتن حمد ابراهيم عشان لا يتحدث عن لعيبته بشكل سلبي، بس احساسه انه كان زعلان، حاسس ان اللعيبه كان ممكن تعمل احسن النهارده، اكيد حاسس ان اللعيبه كان ممكن تستغل الفرص بشكل افضل. ايه اللي كان ناقص الاسماعيلي النهارده عشان يكون مسيره؟ ناقص النهارده، النهارده لما بتجيلي فرص زي عبد الرحمن، زي شيخ، زي اي نادر، انا النهارده انا هترجم الفرص دي لاهداف امتى؟ النهارده عشان تضيع لازم هتتعاقب. والنهارده لولا تالق مصطفى دي حاجه كويسه، بس انا لازم اعمل ايه؟ انا لازم ادوس على التوفيق او عدم التوفيق، لازم يبقى فيه توفيق واصرار اللي انا اكسب. النهارده لما تجيلي موقف مع عبد الرحمن النهارده، مصطفى شوبير يخرج من يعني من تحت العارضه من 3 ياردات ل 6 ياردات 7 ياردات فوق، انه يعمل التصدي ده وان يتصدى كوره نفس الشيء برده من عبد الرحمن في الشوط الاولاني والشوط الثاني واحده من نادر، فدي مش هقول سلبيات للعيبه الاسماعيلي، هي ايجابيات طبعا من مصطفى، بس لازم لعيبه الاسماعيلي تستغل الفرص اللي بتجي لها. فهي دي من المواقف النهارده، انك لعيبه النادي الاسماعيلي انت بتوصل، طب امتى هتجيب جول؟ طب امتى هتكسب؟ ما هاجي اقول لك هتستنى جول حارس مرمى النهارده مش هي مش يعني مش هيكون موفق او هيكون مثلا هيسيب لك الجول، انت لازم تدرج من الحاجات دي. النهارده عندك بتلعب حارس مميز، او النهارده بيطلع لك شوبير بينفذ وعنده تفاصيل من حراسه المرمى او التصديات اللي لازم اشوط الكره في سقف الجول، الراجل خارج شايفه النهارده الشوط يبقى عاليه بعيد عنه. امال انا هترجم الحاجات دي ازاي؟ ما النهارده مصطفى كويس ومميز، فانا النهارده عشان اكسب واخد الثلاث نقاط يبقى عندي اهتمام اكبر، يبقى انا اهتمام اكبر، يبقى الفرص بتاعتي لازم تبقى فيها جديه واصرار اكتر من كده، لازم يبقى فيه اقوى اللي انا اصراري وحسي عن الفوز. النهارده النادي الاسماعيلي في وضع صعب، مش النهارده انا بلعب النادي الاهلي، النهارده اخرج انا خسران واحد. لا، مباراه القمه ضد النادي الاهلي او نادي الزمالك او هي بتترجم بالشكل ده، لا، لازم النهارده النادي الاسماعيلي محتاج ايه من المباراه؟ محتاج الثلاث نقاط عشان يقدر يعدل من وضعيته. عظيم. في جدول الدوري. طيب انا مش هروح لك الاهلي دلوقتي، هكمل معاك في الاسماعيلي وتحديدا من الجانب بتاع الكابتن ايهاب جلال. انت من اكتر الناس اتعاملت مع الكابتن ايهاب جلال كلاعب. كابتن ايهاب جلال بيشتغل في ظروف مش افضل شيء بكل تاكيد، ما عندوش قائمه مكتمله، في نواقص عديده في القائمه، ورغم كده بيحاول يحسن من اداء الفريق، وهنا بيواجهوا حاجه صعبه جدا، دي بقى خارج ارادته، وهو عدم التوفيق في كثير من المباريات، منها مباراه النهارده. شايف الكابتن ايهاب جلال هيتعامل ازاي مع الفتره اللي جايه؟ وشايف الكابتن ايهاب جلال اتعامل بشكل صحيح النهارده في المباراه ولا لا؟ يعني انا شايف ان الكابتن ايهاب مبدئيا هو احسن اختيار للاسماعيلي دلوقتي وبعدين وثلاث اربع سنين قدام كمان. يعني واضح ان في بروجكت بيتعمل، في اجماع بشكل كبير جدا على وجود الكابتن ايهاب من الجمهور، وده مهم جدا. يعني جمهور الاسماعيلي مش سهل انك ترضيه على طول، عشان هو محب جدا لناديه ولفريقه، وبيبحث دايما عن عوده الانتصارات وعوده الاسماعيلي بشكل اللي كلنا بنحبه يعني. فطول الوقت ما عندهمش صبر، يعني اوقات كتير جدا كان في اجهزه اشتغلت وشغلت كويس، زي مثلا كابتن حمزه جمل، وفي وقت من الاوقات كان شغال كويس قوي، وبرده ما كانش الناس في رايي متفقه بالشكل اللي متفقين عليه دلوقتي مع كابتن ايهاب يعني. فكابتن ايهاب مدرب اسمه كبير جدا، الرؤيه بتاعته واضحه جدا، طريقه اللعب بتاعته واضحه جدا، شخصيته يعني واضحه على اللعيبه في الملعب، هو بيستحوذ في كل المباريات وبيعمل الكلام ده قدام الكبير وقدام الصغير، واللعيبه الصغيره كبرت بسرعه. فكره برضو انك يبقى عندك شويه لعيبه صغيرين، هو راح لقى سكواد ما اختاروش، ولقى شويه لعيبه صغيرين ما فيش حل ان هم ينضجوا غير بالوقت، فالراجل ما عندوش حاجه يقدر يقدمها للولاد دي غير انه يكسبهم ثقه او امكانيات زياده. ففكره ان الكوره تبقى معاك طول الوقت، الولاد بيكبروا بسرعه، انه حاسس ان انا الكوره معايا، انا قادر اعملها حتى قدام النادي الاهلي. فالكوره بتروح يمين وشمال، وبندور كتير جدا قدام فرق الدوري كلها. اعتقد ان طريقه لعب الكابتن ايهاب بتفرق جدا في شخصيات اللعيبه، وان اللعيب حاسس ان الكوره معايا طول الوقت فانا كبرت بسرعه. لكن في النهايه الامور صعبه جدا على كابتن ايهاب. كابتن ايهاب معظم المرات اللي تولى فيها قياده الاسماعيلي كان عنده ظروف صعبه جدا، ما عندوش فتره اعداد بوقت كافي، ما عندوش امكانيات ماديه بشكل كبير،
ما عندوش قدرة انه يجيب لعيبة، يمكن حتى اللعيبة اللي جابها في يناير كلها كان عندها ظروف مختلفة، يعني ما قدرش يجيب لحد بيلعب في نادي يقدر يدفع فيه فلوس. انا سلام سألت حتى على اللعيبة، وكان في بعض الانتقادات على فكرة مثلا انه احمد الشيخ بقى له فترة بعيد، إيريك تراوري بقى له فترة بعيد، هشام محمد بقى له فترة بعيد، كل دول لعيبة كبيرة يعني بس بقى لهم فترة بعيد. فالكلام كان انه الاسماعيلي تعاقد مع اللعيبه ديت في اخر يوم في فتره الانتقالات، فما كانش في لعيب بيقدر بالزبط يستنى بالزبط غير المتاح اللي هو ثلاثه دول بالتحديد لعبنا مع بعض انا لعبنا لعبوا معايا في نادي مصر المقاصه سنه 2017 لما حصلنا على المركز الثاني في الدوري ولعبنا افريقيا. كابتن ايهاب حتى ما كملش معانا، فكابتن كابتن ايهاب عنده ثقه في اللعيبه دي، عنده ثقه في امكانياتها، وده مهم جدا. اعتقد لو كان في اي مدير فني ثاني موجود في الاسماعيلي ما كانش هيقدر يجيب اللعيبه دي. كابتن ايهاب عارف ازاي يفوقهم، يعني عارف ازاي يطلع منهم احسن حاجه، وفي النهايه هي تجربه حصلت بظروفها، ربنا اراد ان هم يكونوا موجودين والظروف ارادت ان هم يكونوا موجودين، لكن في النهايه السيزون هيخلص وفي نتائج بقى دي مش بتاعت حد، النتائج دي بناء عليها هتشوف هتستمر ازاي في الفترات اللي جايه وهتحكم اكتر على الشكل الصفقات. عظيم. اشدت كثيرا انت بمصطفى الشوبير، وان كنت هجي لك عليه بعد شويه او نتكلم عنه بعد شويه بشكل تفصيلي، بس السؤال دلوقتي مع احمد عادل عبد المنعم، احمد عادل عبد المنعم كان ممكن يشيل واحده من الاثنين النهارده؟ خد بالك وما جاتلوش كرات كثيره، بس جاله الكورتين اللي تم تسجيله معاه، بس هاخد من كلام ما جاتلوش كور كتيره. فانت المفروض هنا بتبقى يعني في كامل قوات قوه تركيزك. النهارده شفت مصطفى المواقف اللي بتتعامل معاه، هو النهارده عادل الجوال صعبه بس ما عندوش توفيق. يعني النهارده في توفيق من مصطفى ان هو قدر المواقف ينفذ اللي هو عايزه. يعني النهارده احمد عادل في الموقف الجول اللي دخل فيه حتى شباب الجول الاول، الجول صعب الأول بس انت في موقف شوط لازم تبقى واقف في ثبات على رجلك. يعني لو ارجع لو ارجع للبيرستاوا شباب هاتولنا جول بيرستاوا، لو ارجع للجول بيجهز دلوقتي محمد. انا مش عايز اخد الموقف الناس تفضل تتكلم تقول لك اصل هي غيرت اتجاهها. اوكي هي غيرت اتجاهها، بس انا فين؟ انا قبل ما هي تروح في المكان ده انا كنت متحرك، لسه بتحرك رجليا وبنط في نط غير تحرك بخطوات رجليا، ما بيبقاش فيها ثبات لانك انت اوريدي الكره خلاص خرجت وانت لسه في حركه عدم اتزان، فبالتالي ما عملت التاتش بعد ما بعدتش عنه. اي معاك هنا ما بعدتش بص واحدة هو واحدة شباب بقى. شفت هنا الشمال، هي الشمال نقلت هنا يعني هنا بتتشاط. ايوه بص هو عمل حاجه هنا، هي بص الشمال يعني هي فيها طبعا فيها توفيق كبير جدا، بس كان في وقت كمان ان هو يعدل الموضوع يعني من بعيد يعني شويه ورجليه. المهم النهارده انا عايز يعني قاعده رجليري الرجل بتاعتي ما تبقاش واسعه كبيره بالشكل ده. يعني خلاص في 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 قرار في عندي يطلب الشوط او خلاص بريستاو خلاص بيطلب الشوط، بص هتلاقي فتحه رجله بعد هيفتح فتحه رجله خالص، فبالتالي اما خبطت بعدت بعيد عنه او هو ما رجعش بالشكل اللي هو بقى القوي خاصه في نص الجول كمان. بس انا بالنسبه لي يعني هتكلم فني، مش كل حاجه حراسه المرمى، انا عدم تنظيم الفرقه كمان خط الدار وبالاخص عمار وبالاخص نصر، الناس بتجري ورا الكوره هم مش منظمين. في فرق بين النهارده اللي انا الجول بيعمل شغله اوريدي في خطا ممكن الجول في عنده نقط يعني نسبه تصدي يقدر كان يطلعها زي ما هرجع لمصطفى عملت نسبه تصديات او ايه اللي خلاه يعمل ده. النهارده اللي بيأثر برضو على اداء حارس المرمى اللي بيكون موجود هي عدم استقرار خط الظهر بشكل او الناس بتلعب بشكل صحيح، انها الناس بتفضل تجري ورا الكوره مش واقفين، اللي بيجي لي بطلع اخده، او النهارده الراجل ده انا باجي مش في مكاني فبالتالي اللي بحط رجلي فبالتالي بحجب الرؤيه من على زميلي. النهارده بتعمل تاتش ما ينفعش تتعمل هنا في الوقت ده، يعني هي لو خبطت في العيب من خط الظهر طبيعيه احمد عادل هيشوفها او مش هتروح بالشكل ده. فعدم يعني تمركز اللعيبه في خط الظهر والعشوائيه اللي كانوا موجودين فيها بيكونوا موجودين فيها ده بيأثر كبير جدا على حارس المرمى. طيب عاده كابتن ايهاب جلال مع كل الفرق اللي اشتغل فيها كان بيبقى في بعض الثغرات الدفاعيه بطريقه اللعب والبنى والشغل اللي بيعمله الكابتن ايهاب جلال، وكان هجوميا بيبقى مميز جدا، حاسس ان هو بيلعب بنفس طريقته وبيشتغل بنفس شغله، بس المشكله عند الاسماعيلي دلوقتي ان قوته الهجوميه مش كبيره. هل هنا محتاج الكابتن ايهاب جلال يغير من افكاره؟ يعني شوف بخبرتي من التعامل مع الكابتن ايهاب صعب جدا يغير افكاره، تبقى بصعوبه جدا يعني. هو متمسك بوجهه نظره دايما، بيحاول يخلي اللعبة تتالف مع وجهه نظره مش العكس. ان هو يعني انا فاكر في وقت من الاوقات واحنا كنا في مصر المقاصه
كان كابتن ايهاب تولى، كنت انا اول سنه بقى اشتغل معاه في الجهاز، يعني اشتغلت معاه لاعب واشتغلت معاه في الجهاز. السنه اللي اشتغلت معاه فيها في الجهاز كابتن ايهاب اللي هي قبل ما اروح الاسماعيلي المره الاولى، أيوة. قعد معانا فتره وافتكر عمل معانا الدور الاول كويس قوي وجمعنا عدد نقاط كبير. كان كابتن ايهاب جاي قبل ماتش اول ماتش في الدوري كان امام النادي الاهلي، وكان جاي قبل الماتش بتقريبا اسبوع بس، وما لحقناش نعمل فتره اعداد كبيره، وبرده صفقات برده كانت جايه في وقت قليل جدا فما لحقناش. فانا كنت متخيل ان كابتن ايهاب ممكن يلعب بامكانيات اللعيبه في الوقت الحالي، لكن هو لعب برده بامكانياته هو، وخسرنا المباراه دي 4-1 انا فاكر، واصر ان هو يلعب بالشكل بتاعه. ده كابتن ايهاب جلال، يعني هو مؤمن جدا بقدراته وبافكاره، والحقيقه دايما كابتن ايهاب عمل حاجات كتيره جدا تثبت انه مدرب كبير، وانه لازم يتمسك بافكاره لان هو مختلف تماما يعني. ففكره ان هو يلعب بالتولز ما لقيتهاش فيه، انا ما لقيتهاش فيه. انا معاك، أنا بالعكس ده من اكتر الحاجات اللي بحترمها في الكابتن ايهاب جلال، وشايفه من اكتر المميزين في الدوري المصري، عشان كده انه ثابت على افكاره بالزبط. ومؤثر في اللاعبين يعني، حتى لو اللاعب مش بالزبط. انا ضد فكره انه اللاعب مش عايز او مش قادر فبلاش، بس ظروف الاسماعيلي الصعبه دي انه كل ما بيخسر نقطه بيبقى عنده مشكله، كل ما وانا ما عنديش كمان ما عنديش اوبشنز استخدمها في الهجوم. طب خليني اسالك سؤال، طيب هو الاسماعيلي السنه دي هدفه ايه مع كابتن البقاء هيب. صح طبعا، لان الاسماعيلي مش طبيعي لا هو مش طبيعي ان يطلب حاجه ثانيه غير كده طبعًا. يعني هي امكانياته السابقه وامكانياته الحاليه طبعًا. بتؤكد انه ما عندوش حاجه غير البقاء. الاسماعيلي قريب بنسبه كبيره جدا من البقاء، ده واضح من عدد النقاط اللي جمعها في الدور الاول. كمان في بعض الفرق اللي هتساعد الاسماعيلي انه ما يعانيش، ما زال في منطقه خطر. انا معاك يعني، بس يعني في انديه في الدوري احترامي الكامل ليهم، لكن هم اعتقادي الشخصي هيبقى امكانياتهم صعبه انها تخليهم يكملوا. فبقاء الاسماعيلي ان شاء الله يعني موجود بشكل كبير جدا. فبالتالي هو عارف كابتن ايهاب الكلام دوت، وكابتن ايهاب من النوع اللي البلان بتاعته واضحه وبيفكر لقدام، وعارف انه عنده مثلا 15 ماتش جايين، هو عارف ياخد منهم كام نقطه، وده هو عنده حسابات مختلفه، عنده حسابات مختلفه غير حساباتنا احنا. فهو شايف ان اصراره على طريقه لعبه مش هيؤثر في هدف النادي في حاجه، فهدف النادي هيبقى بنسبه كبيره جدا، هيبقى انا عارف انه بدري. طيب ده بقى يخليني اسالك انت سؤال، انت راجل عايش حياتك كلها في الاسماعيليه، بقلق انا من جمهور الاسماعيلي، وما اكذبش عليك كمان ممكن اقلق من اداره الاسماعيلي كمان، انه زي ما الكابتن اسلام قال، الكابتن ايهاب حاطط خطه طويله الامد، هو عارف دلوقتي بيعمل ايه حتى لو هيخسر نقاط، بس بيكون فرقه عامله ازاي. هو بيبني فريق، وزي ما كابتن اسلام ان هو بقاؤه في الدوري صح، بس في الاساس هو بيبني. انا بقلق من ايه بقى؟ الضغط اللي هو جمهور الاسماعيلي، لا احنا بنخسر كتير، لا احنا بنتعادل كتير، لا مجلس الاداره يقول لك يقول الكلام اللي انا كنت لسه بقوله من شويه دوت، هو انت ليه مصمم على كده؟ فاهم؟ فممكن تأثر على مشوار الكابتن ايهاب جلال مع الاسماعيلي. هم لازم يكونوا مؤمنين ان هو ده، او مدركين الجمهور لازم بعرف هو ده الوضع، وان اللي الكابتن ايهاب محطوط في وضعيه لا عندك تنقيض ولا عندك مثلا فتح، يعني عندك التزامات ماديه مجلس الاداره ماشي فيها، ولاعيبه مستحقات، ولاعيبه مستحقات بقى لها سنتين ولاعيبه مشيت وسوري. والكارثه والمصيبه انك النهارده اللعيبه عندك برضو بعض اللعيبه النادي الاسماعيلي، يعني هنتفق كلنا فنيا ما ينفعش تبقى موجوده، او مش هي دي قيمه النادي الاسماعيلي، بس مضطر. ومضطر ليه؟ لان عندي وقف قيد فلازم تستمر، هستعين واستقطاب طبعا الناشئين، هطلعها من تحت زي ما قال اسلام، بدربهم، لان برضو عندنا مشكله في قطاع الناشئين، لانه بقى لهم فتره طبعا بدا الدنيا يبقى في استراتيجيه ثانيه، اعاده تدوير اللعيبه المدربين، الدنيا برضو ما كانتش افضل حاجه من تحت. بدا استقرار ايهاب جلال وجهازه او كابتن ايهاب ان يطلع اللعيبه الصغيره دي ويعتمد عليها ويديها وقت يعني اكتر من اللازم ما كانوا بياخدوه، سواء في التدريبات ويحفظه زي ما قال اسلام، اللي هو مصر على انك يحفظ وعنده مبادئ في شغله وعنده اصرار ان اللعيبه دي لازم تنفذ الشغل اللي هو بيعمله. هتلاقي المردود ده بعدين، هتلاقي الفرقه بعد كده تتحسن، هتلاقي يبقى في ثبات تشكيل الوضع. اي فرقه بتيجي تتبني بتقعد على الاقل سنه كامله او 6 شهور، او اي فرقه لسه طالعه من الدرجه الثانيه او المحترفين، ما بتعمل فرقه بتجيب لعيبه بتاخد وقت كبير جدا لحد ما ينسجموا. الوقت ده هو ده اللي بيعيشه النادي الاسماعيلي مع اختلاف الوضع اللي هم لعيبه صغار السن. فالنهارده هدف الاداره هو بناء فريق، اللعيبه اللي مش هتبقى موجوده الفتره اللي جايه مش هتناسب النادي الاسماعيلي، خلاص هيتم الاستغناء عنها، هيبقى في امور اداريه يقدر يدفع مستحقات المشاكل. ليه انت مش موجود في الاسماعيلي السنه دي؟ والله بص، انا الاول مره انا ما بحبش اتكلم على وضعي، انا كنت اتمنى ان انا اكمل في الكوره، انا اجبرت على اعتزالي
اجبرت طبعا على الزمالك. كان عندي وعد كبير جدا من كابتن ايهاب اللي انا ممكن اكمل في الكوره او اكمل كحارس مرمى في النادي. وكنت فنيا قادر وجاهز. طبعا كنت اتمنى، بس هي خلاص يعني وجهه نظر الناس. وليه الناس بتفضل تقول لك هو طب ما انت ممكن تقدر تلعب في اي فرقه ثانيه؟ طب وانت ليه ما تقولش اللي محمد صبحي عايز يستمر في النادي لفتره موجود طالما قادر يكمل؟ خلاص يعني اني الاوان اللي انا خلاص اعتزل، واني الاوان اللي انا يبقى ليا دور في النادي. اسالك سؤال، لو كنت موجود في قائمه الاسماعيلي الموسم دوت كان هتبقى ترتيبك كام في حراس مرمى الاسماعيلي؟ انا دايما هدفي رقم واحد، انا دايما العب رقم واحد، ودي يعني دي مأثره كتير جدا على يعني شخصيات المدربين، مش الكابتن ايهاب، نوعيه المدربين اللي كانت مسكت نادي الاسماعيلي. يعني نوعيه المدربين اللي كانت بتيجي النادي الاسماعيلي يعني لما تقعد تتكلم معاها هو عارف قيمتك وبيخاف منك. انا بقول الكلام ده لاول مره، بيخاف منك كنجم، بس هو ما اتعاملش معاك. محمد صبحي هو عايز يلعب، طبعا زي عصام الحضري عايز يلعب. تبقى سعيد جدا ومبسوط بعندك بشخصيه لعيب مش موظف زي الحراس وزي اللعيبه الموظفه اللي في انديه. انا راجل ما باخدش عقدي وقاعد في النادي، انا يعني انا محمد صبحي حارس مرمى النادي الاسماعيلي، عايز يبقى هو رقم واحد، عايز يشيل النادي، عايز يسعد جمهوره، عايز ياخد بطوله، عايز يخلي وضعيه النادي الاسماعيلي بشكل كويس. هو بقى له فتره كبيره جدا هو كابتن الفرقه، انت ما عندكش ده، فعلى الاقل حافظ عليه. على الاقل طلع جبت مين من تحت، يعني استعنت بمين. وعلى مدار الفترة اللي فاتت احنا ما شفناش الحاجة اللي هي تقدر تنور، يعني اللي انك تقدر تبني مثلا محتاج حارس من ناشئين، ما شفتش ده. محتاج حارس، انك تستقطب حارس مرمى، انك النهاردة كنت اتمنى انك تصر على احمد عادل الموسمين الماضيين وانك تلعبه، لا دخلت في مشاكل مع احمد عادل وجبت عمر رضوان ومحمد فوزي وجبت كوكو. فالنهاردة ده خلل في حراسة مرمى في النادي الاسماعيلي، غير لما كان في موجود محمد صبحي في استقرار، او اي حارس مرمى في النادي الاهلي في استقرار الشناوي. يوم ما النهارده الشناوي بيتصاب، النهارده بتشوف احمد مصطفى شوبير. فالنهارده مهم جدا زي ما بنقول استقرار التشكيل، او يبقى عندك ثبات في التشكيل، هو ثبات حراسه المرمى، عندك حارس اول، عندك حارس ثاني معروف، فده بينجح اي فرقه. فالنهارده كل 3 4 ماتشات بتطالب انت عايز تغير مدرب، عايز تغير حارس مرمى، فده بيأثر فنيا على اي فريق. مفهوم. طيب الاهلي بقى، الاهلي النهارده ومش النهارده بس، مهما كان جيد ومهما كان بيتقدم سواء في بطوله افريقيا او حتى في الدوري، حتى لو طلع بشباك نظيفه، تحس دايما انه في مشكله في دفاع النادي الاهلي. ان كل كوره على النادي الاهلي بتبدو وكانها هجمه خطيره. الاسماعيلي، مازيمبي، الوداد، اي حد بيوصل لمنطقه نصف ملعب النادي الاهلي يشكل خطوره ما، حتى لو الاهلي بتالق حارس او بتوفيق بيطلع بشباك نظيفه، في مشكله. ايه المشكله؟ لكن برغم كده كولر عمل كلين شيت كتير في بطوله افريقيا. بالظبط كده. وده كان النادي الاهلي مفتقد ادوات كتير جدا. بالظبط كده. وده اهم ما يميز كولر مع النادي الاهلي. انا قلت لك ايه؟ انه حتى مع كلين شيت انت تحس ان في مشكله. يمكن برضو خد بالك عدم ثبات الخط الخلفي عند النادي الاهلي فترات كتيره اثر عليهم، الانسجام مهم جدا، يعني كلهم كافراد كويسين جدا، لكن مين يلعب جنب مين دي برضو مهمه جدا، يعني ممكن اثنين يكونوا جيدين جدا، لكن هما الاثنين مع بعض مش انسب حاجه، عشان كده دايما يتقال لك المدرب مش لازم يختار احسن 11 يلعبوا، هو محتاج يختار انسب 11 يلعبوا مع بعض. وانت بتختار اللعيبه ما ينفعش تختار منعم واحد زيه، لازم يعني الاثنين يكملوا بعض. صحيح. كمان بيبقى عندك بعض بعض المشاكل في الباك رايت او الباك ليفت المعلول، اوقات كتير جدا الاخيره مصاب، الناس بتلعب في ظهره كتير جدا، خد بالك، لانه النادي الاهلي على طول بيهاجم، فعلي معلول يناسب شخصيه النادي الاهلي انه دايما بيهاجم. لكن اسال اي حد في الدوري المصري بالذات المصريين، سيبك من الافارقه احنا مش اون سبوت بالنسبه لهم قوي، انما المصريين هتلعب مع اي حد هيقول لك النادي الاهلي العب في ظهر علي معلول. كل مدربين الدوري المصري 18 مدرب او 19 مدرب بيقولوا نفس الكلام. طول الوقت النادي الاهلي بيتهاجم من 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 الناحيه دي، فهنا خلل واضح جدا. الناحيه الثانيه هاني بيلعب طول ما مفيش غيره، اول ما اكرم بيرجع بتبتدي الناس تفكر هاني ولا اكرم ولا كريم فؤاد. لا، في عمر كمال دلوقتي في عمر كمال كمان دلوقتي، في منعم وياسر ولا رامي، حسب مين اللي جاهز وحسب مين اللي موجود. فهو تحس ان مفيش ثبات قوي في القصه دي، ظروف القدريه بتاثر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن كولر قادر يتعامل معها بالذات في المباريات الافريقيه. يمكن قعدنا 8 مباريات ما دخلش فينا اهداف. ايه رايك في كولر بشكل عام؟ متزن بشكل كبير جدا. لكن في النهايه هقول لك حاجه مهمه جدا، النتائج اللي هتحكم، يعني في النهايه لو السنه دي ما اخدش بطوله افريقيا وما اخدش الدوري هو ماشي، الموضوع خلص، ما ينفعش يبقى
بروجكت، النادي الاهلي مش هيسمح بالكلام ده. لكن هو هيرتبط، حتى لو هو مدرب كويس هيرتبط الموضوع ده بتحقيقه لاهداف النادي الاهلي. يعني يا فرحتي لو انا عندي مدرب كبير ما حققليش نتائج، مش هينفع يقعد عشان هو مدرب كبير. وده العكس اللي ممكن، ان موسيماني في وقت من الاوقات كان ناس مختلف عليه لكن بيحقق، فتحقيقه بيشفع له انه يفضل، لكن العكس مش هينفع يحصل. فلو كولر مدرب كبير جدا وما حققش عمره ما هيكمل مع النادي الاهلي، لكن اتمنى ان الشخصيه دي والتجربه دي تكلل بقى بالنجاح. النجاح يعني بطولات، يعني بطوله افريقيا ويعني دوري ويعني اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. عظيم. طيب جاي لك بقى مصطفى شوبير، هتقول يا شباب الثلاث لقطات اللي كنا جايبينهم في الاول ليه مصطفى شوبير، وعايز الكابتن محمد صبحي يتكلم عنهم، تعلق كبير لمصطفى شوبير انت تحدثت عن هذا الامر. بس كمان مصطفى شوبير تحس انه عنده شخصيه، يعني ما بيتوترش. انت برضو اللعب قدام الاسماعيلي دي حاجه مش سهله. ما هو الجول زي ما بتقول يا كريم اللي هو شخصيه، وان هو قائد وازاي يدير الجيم وازاي يبقى عارف هو انا فين من الجيم ولعبتي فين. يعني انا شفت التصدي اللي هو بن عبد الرحمن، في لعيب نادر تقريبا قاطع في ظهر تقريبا رامي حاجه زي كده، هتيجي دلوقتي اول ما تيجي. هو يعني زي ما بيقولوا ايه، عايش اللعبه عايش الجيم. طب هي هتتحط هنا ممكن اقدر اخد بالعرض، اقدر يعني لو هي اتحطت قريبه مني هل اقدر انزل. يعني عنده يعني موجوده السيناريو جاهز اللي عبد الرحمن ممكن يعمل بالعرض. طب ممكن يشوط، فلما هو خلاص عبد الرحمن بقى تواجد في حتته المنطقه بتاعته، رجع عدل من وضعيته بسرعه جدا، خطوات رجليه هايله جدا، وقدر اللي يقف صح وقدر يعمل التصدي. نمشي واحد واحد. بص دي اول واحده طبعا التصويبه من خارج منطقه الجزاء، اعتقد دي تبدو سهله، دي طبيعيه جدا، هو شايف كويس طبعا. بقى هي من فوق الحيطه، هي من فوق الحيطه، وثانيا هو يعني موقف الحيطه بشكل كويس والعدد مناسب. تمام، هاتوا اللي بعدها يا شباب على طول. هي دي ممكن تبقى صعوبتها بس ان هي من فوق الحيطه. قولوا لي يا شباب لو الحالات فيها مشكله. فدي حاله طبيعيه جدا، هو اهم حاجه هو شايف الكوره بشكل كويس، ما اتحركش قبل الكوره. يعني شايف الكوره لما خرجت من المنشا او من الثبات بتاعها بدا هو يتحرك. يلا اللي بعدها. ننقل على طول. يعني بص هنا، بص الموقف ده، هو عايش تمركزه هاي. بص هو راح فين الاول، بدا يرجع تاني، عدل وضعيته، كان ممكن يغلط لو اتلعبت بالعرض وهو يبقى بره الراجل يشوطها في الزاويه بتاعته، فرجع عن تصدي هاي اللي هي كره تحت صعبه جدا في مستوى قريب، في مستوى تحت القدم اللي هو يشيل رجله الشمال ينقل. فمصطفى ممتازه اللقطه طبعا بعدها. ممتازه جدا وصعبه، وهي زي ما بيقول حراسه المرمى فيها تفاصيل كتيره جدا. صح. ان هو انت بتتصدى بس مش باي شيء. يعني بص دي كمان، ان هو بص ينقل، نعمل البلوك ويلعب على الكوره. كان يقدر لو واقف في مجاله، لو يقدر يقول لك ايه انا اقدر اقف في مكاني جدا، هتتشاطها ممكن تيجي في جسمي بس جول. بس هنا الفرق، هنا شجاعه مصطفى واصراره وشغفه ان هو يتصدى لكوره ويمنع هدف مؤكد جدا، ان هو يخرج من المنطقه بتاعته الثلاثه يارده ويخرج ان يعمل تصدي ضد عبد الرحمن. دي حاجه مميزه جدا، وهي ده اللي بيفرق حارس عن حارس. ده بيفرق حارس عن حارس. النهارده اهداف بتخش مش بتاعتك، بس النهارده انت جول عدلت من وضعيه المباراه لصالح فريقك. والنهارده انا استحق، انا كل الناس بتقف جول، بس انت هتبقى صعب التصدي، التصديات اللي انا تصديتها. تمام. النهارده مارسيل كولر قال بعد المباراه في المؤتمر الصحفي ان موديست بيتسلط الضوء عليه بشكل سلبي طول الوقت، وان موديست لما بينزل بيأدي ادواره بشكل جيد وبيأدي المطلوب منه بشكل جيد. رايك ايه؟ وكلام غير منطقي اطلاقا، لكن هو استمرار للدفاع عن وجهه نظره. ان هو اصر ان النادي الاهلي يتعاقد مع لعيب بالشكل ده وبالمواصفات دي. هو كان بيطلب، كان بيتعرض عليه، انا عندي معلومات انه كان بيتعرض عليه مهاجمين كتير جدا، هو كان بيفصلها عشان موديست يجي بطول معين بوزن معين بشكل معين. فدي وجهه نظره، وخلينا نقول ان ده حقه ان مدرب ان هو يبقى ليه وجهه نظره، ان هو اللي سايق طبعا. فمن حقه انك تجيب له البروفايل اللي هو عايزه يعني. ولكن فكره ان انا من اول يوم جه ولما سالت على موديست قلت احسن حاجه للنادي الاهلي انه يدي فرص اللي هيديها له لحد تاني، اقرب مثال كهربا يعني. لانه كل وقت هو بيلعب احنا بنخسر كنادي اهلي فرصه ان حد تاني يجهز. هنحتاج كهربا في وقت مهم جدا مش هنلاقيه علشان هو مش جاهز. في مباراه ام بي في الدوري كهربا احرز هدفين،
والمباراه خلصت 2-2 وكان مان اوف ذا ماتش في المباراه، وبعدها لقيته ما بيلعبش لصالح مثلا مودست. فدي حاجه بالنسبه لي مقلقه بشكل كبير جدا. وكولر جرب كتير في الدوري فعملنا نتائج سلبيه كتيره جدا في الدوري. كلامي على مودست من اول يوم لاخر يوم، كان في ناس بتقول لي هو ممكن يبقى زي فلافيو بداياته كانت صعبه، بعد كده بقى قلت لهم لا السن يسمح ولا الوقت يسمح، واحنا بتوع كوره من اول يوم باين ان المرونه مش موجوده. المرونه مش موجوده، انت سنك كبر يعني، انت خلاص دي ما مش هتعرف تعمل فيها حاجه. حساسيه الماتشات والكلام ده ممكن يجي مع المباريات مع الثقه مع، لكن لعيب سنه كبير جدا لعب في اماكن كبيره جدا جاي من نادي كبير جدا واضح انه خلاص اقرب ان هو يبطل يعني، المرونه كمان مش موجوده. الفرص اللي بتجيله يعني ما بيقدرش ان هو يتعامل معاها بشكل كويس. كل لحظه بيلعبها مودست في النادي الاهلي هي خساره للنادي الاهلي، وخساره ان حد من النادي ما ياخدش الفرصه دي. والوقت الفتره الجايه مش هيسمح. انا قلت قبل المباراه اللي فاتت مفيش وقت يا عم كولر ان انت تجرب. فتصريحاته متماشيه جدا مع وجهه نظره، وانا لو مدرب بالمناسبه هعمل كده. اي مدرب يعمل كده يعني بيدعم وجهه نظره، مش بس اللعيب، هو بيدعم وجهه نظره، لان انا شايف ان هو الخطا الوحيد لكولر من ساعه ما جه النادي الاهلي هو اختياره لمودست بعيد بشكل كبير جدا. لكن في النهايه ما انت ما عندكش غير ان انت هيفضل معاك لحد نهايه الموسم، فكل ما بيلاقي فرصه انه يديله عدد دقائق بيديله. دي ترجع له بقى، لازم المدرب يقول ليه حاجات بتاعته يعني. عظيم. كابتن محمد، اللقطه اللي عملها النهارده محمد نصر، لو انت في منصب اداري في النادي الاسماعيلي موقفك يبقى ايه؟ محمد نصر وهو يطرد من الملعب ويحتك بالكابتن احمد غندور. لا هو في شقين. هي في ده مش فاول، اتفقنا كابتن جاد قال كده. طيب طب ما انت دلوقتي انت اللي بتخرج اللعيب عن شعوره. يعني انا راجل دلوقتي خسران، اجي دي فاول ما فيهاش اي حاجه، خلاص كابتن جهاد جريش خلاص وضحت الكابتن جهاد. ما انتوا الحكام انتوا اللي بتعملوا مشاكل لعيبه النادي الاسماعيلي. حلو السؤال. انا فين انا فين يعني فين اللي يعني الحكام انها تتعامل بشكل ان هي كانت لعيبه. اللعيب ده زعلان، اللعيب ده هيخسر فرقته اللي الكوره مش فاول. معلش معلش وانك وانك بتديني انذار. طبعا التصرف ده غلط طبعا. ايوه حلو، التصرف غلط. تعالى بقى ايه، تعالى نقول ان هي مش فاول، تعالى نقول انه كان خطا. انت نفسك وانت بتلعب في اخطاء الحكام بيجوا عليك فيها، بس مهما اعترضت عمرك ما هتوصل لمرحله انك تتلمس مع الحكم. انا كلاعب انا لازم ابقى متزن، بس انا برضو ارجع اقول للحكام ويسيب اللي زيك يطلع يقول يا جماعه لا كان في خطا كبير، في خطا لا خطا بس كبير، اللاعب لاعب في الملعب، اللاعب لاعب. والنهارده لازم ده، هي دي المواقف الخبرات اللي بتعلمك. النهارده موقف زي ده، هنفترض ان الفاول ده انت ما عندكش انذار يا نصر، والفاول ده اول انذار ليك. هل دلوقتي انت تقدر تعمل الكلام ده في بدايه مباراه وانت النهارده فرقتك دي تخسرها؟ هو في الاسوأ يا كابتن محمد. ايه انه هو في الاسوأ، ما هو في انه اللاعب ده مثلا، لا بقولك في الاسوأ من كده، انه اللاعب محمد نصر غالبا هيتم توقيع عليه عقوبه كبيره، عقوبة طويل. الاسماعيلي رغم ان هو الافضل بغض النظر اللي هو عنده بعض الاخطاء، احنا برضو بقول لجمهور النادي الاسماعيلي والصفحات والبيجات اللي هي مالهاش يعني، او الناس اللي بتفضل الحاجات اللي مش رسميه يعني. الحاجات مش رسميه، وانا بطالب طبعا الدوله او بطالب مثلا الناس اللي مسؤوله اعلاميا او الميديا او النادي الاسماعيلي اداريا، الصفحات دي لازم تتقفل. الصفحات دي لازم تتقفل، لازم يبقى في صفحه رسميه اوفيشال للنادي الاسماعيلي زي ما في. بس هما بيعملوا ايه بقى الصفحات دي؟ الصفحات دي بتهاجم، بتهاجم النادي، بتهاجم اللعيبه. لازم الناس تسيطر على ده. ولازم الناس تبقى مسؤوله في النادي الاسماعيلي. النقد مقبول، ما هو النقد مقبول، بس بطريقه. دلوقتي انت بتحط النادي الاسماعيلي في وضعيه صعبه جدا. ده امن النادي الاسماعيلي، امن امن قومي. الاسماعيلي ما تقبلش النقد، بيزعلوا النهارده. انت كجمهور، انت عارف الوضع الكارثي اللي انت فيه، واللعيبه دي هي اللي هتلعب وهي اللي هتكمل. من المفترض انت لازم تساند اللعيبه دي، لازم تساند نصر، مفيش غيره. خلاص هاشم مشي، او هاشم موقع مثلا لفرقه المصري، وباهر المحمدي مشي، فهو الوحيد اللي في خط الظهر مع عمار، وعمار لسه راجع من اصابه كبيره جدا. وبالتالي كابتن هاب بدا يرجع الدسوقي اللي ماشي بشكل كويس طبعا، النادي الاسماعيلي خسره النهارده، ان يرجعه من الباك ليفت، يرجعه مساك. صحيح. فالموقف غلط، بس صحيح. انت بالنهارده الحاجات دي ما بتترتب عليها اخطاء. انت مين الخاسر الاول والاخير؟ انت كلاعب وكنادي اسماعيلي 100%. النادي الاهلي والترجي نهائي دوري الابطال، شايف المواجهه دي هتكون ازاي؟ معلش قبل ما اروح، لان انا عايز برضو عشان كابتن صبحي برضو رمز من رموز الاسماعيلي، فكان حنين عليه شويه. نصر بيهزر يعني، اللي بيحصل ده مش طبيعي ومش مقبول اطلاقا خالص ان هو يحصل، وهيتم. انا بحبه جدا يعني، هو بالنسبه لي من الاولاد القريبين مني جدا وبحبه جدا، لكن هو بيهزر. اللي عمله ده بعيد كل البعد
عن لاعب مسؤول في نادي الاسماعيلي. لو سالت ولد في عنده 15 سنه هيبقى عارف ان ده غلط. فما تجيش تقول لي اصل هو صغير ياخد حاجه، محتاج ياخد خبرات. خبرات في حاجه ثانيه غير دي. انك ان ايدك تطلع انت للحكم، دي مشكله كبيره جدا. هيبقى فيها مشكله كبيره جدا لنادي الاسماعيلي. فدي ما فيهاش. وعجبني جدا الكابتن حمد ابراهيم وهو بيقول لي احنا هنعاقبه كمان قبل ما ملهاش حل. ملهاش حل. خد بالك انت كمان مهم جدا ان انت تعاقبه، وانا متاكد ان الكابتن ايهاب جلال هيعمل القصه دي. لكن خليني برده اقول لك حاجه مهمه كابتن صبحي اتكلم فيها، انه مشكله الحكام طول الوقت انه حتى لو غلطوا عقوباتهم غير معلنه، وده بروتوكول عندهم او ده رول عندهم. بس ده في العالم كله. وده رول عندهم. فدي بالنسبه لنا بتسبب لنا مشكله كبيره جدا. لان انا طول الوقت وانا بلعب، اصل انا مريت بالكلام ده وانا لعيب وانا في الجهاز. الحكم بيبقى من وجهه نظرك انت او من وجهه نظري وانا في الملعب ببقى متعصب جدا طبعا. فبحس ان الحكم جاي عليا جدا. فانا كبني ادم في وقت من الوقت لازم اخرج عن شعوري. ده طبيعي بيحصل في كل الملاعب. لكن انا في النهايه عمري ما شفت الحكم ده بيحصل له حاجه. يعني دي اكتر حاجه بتضايقني في الحكام، ان عقوباتهم غير معلنه. اذا كانت هناك عقوبات احنا بنشك من كتر ما هي غير معلنه. بالعكس ما تعلن، ما كلنا، ما هو الحكم ده عنصر في منظومه كره القدم. كلنا بنتعاقب. ده قرار اتحاد دولي. جميل جميل. انا ضده حتى القرار اتحاد دولي. الحكام لا تعلن عقوباتهم، ولكن انت تقدر بطبيعه الحال الحكم ده مثلا قاعد ماتشين ما بيلعبش في الدوري مثلا، مش هبقى مركز معاه قوي. لكن خد بالك مهم، ما هو في خد بالك ما في حكام كتير في افريقيا صوبت ان هم اخذوا رشاوي في مباريات واعلنت والناس اتشطبت وناس اتوقفت سنين. ما هو بيحصل في بعض الحالات بيحصل حاجات يعني حاجات اخلاقيه مش حاجات فيها ماشي يعني. انما برضو خد بالك ما هو الحكم برضو بالنسبه لك انت برضو فكره انك تتعامل وانت خد بالك وانت مش في الاهلي او الزمالك بالاخص، وانت في نادي تاني. اصل انا اتعاملت مع الحكم وانا في الاهلي وتعاملت مع الحكم وانا بره. ايه اللي بيحصل؟ شخصيه الحكم بتتغير بشكل كبير جدا. ازاي بقى بتتغير؟ لا بتتغير بلون التيشيرت بشكل كبير جدا. مش منهم، لكن هي بتبقى. يعني انت لو اهلي او زمالك فهيتعامل معاك بشخصيه الحكم بتختلف. لا وانت عارف الكلام ده وانا عارف كل مصر عارفه الكلام ده، وده طبيعي على فكره وبيحصل في العالم وظاهره موجوده. لكن في النهايه مش دي قصه القصه. احساس اللاعب بقى اللي بيلعب في نادي مش ده احساسه. ايه احساسه؟ بالاضطهاد والظلم طول الوقت بالنسبه له هتخرجه عن شعوره. مش بدافع لان انا قلت لك هو بيهرج طبعا. لكن في النهايه لا، الحكام برضو محتاجين يفهموا ان في اهداف للناس يعني مهم انها تتحقق يعني. عظيم. كابتن اسلام انت شرفت ونورت. دايما الحوار معاك ممتع جدا. بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد نورت الدنيا. شكرا جدا. بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. الزملاء الاعزاء محمد جمال وشهاب هيكل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. شرفني ونورني في هذه الفقره الزملاء الاعزاء محمد جمال وشهاب هيكل. جيم منور الدنيا حبيبي يا كيم. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. شهاب منور الدنيا حبيبي يا كيم. ملك الشياكه حبيبي. ملك الملايين. شكرا. عشان بس ما اقولش ملك الشياكه وما جالكش حاجه. ملايين عماله تتحدف كده. نحمد الله. ملايين البيوز مش ملايين الفلوس. هو ما هوش اكيد ملايين فلوس يعني. اتروحت. شهاب هبدا معاك النهارده. ماتش الاهلي والاسماعيلي، شفت المباراه ازاي؟ التشكيل، طريقه اللعب، طبقه واحده من كلاسيكات الكره المصريه طبعا. حتى لو في فروقات في المستوى ما بين الفرقتين او حتى على مستوى السكواد، لكن يبقى الاسماعيلي بتاريخه بكل العناصر الموجوده فيه فريق كبير. ما شفناش ده في ارض الملعب، ما شفناهوش. لكن نادي الاهلي اظهر الشخصيه اللي كانت غايبه في ماتشات الدوري في الفتره الاخيره في مباراه اليوم. الشخصيه القويه اللي بدا بيها الموسم مارسيل كولر اظهرها النهارده قدام الاسماعيلي. شفنا الضغط من اول ثانيه في الخطوط الاماميه لنادي الاسماعيلي، بتضغط على الخط الدفاع من اول ثانيه، بتسترجع الكوره في نص ملعب الاسماعيلي. الكلام ده كنا بنشوفه النادي الاهلي في اخر كام مباراه، اللي تقريبا فقد فيها اكتر من 12 بونت في اخر اربع ماتشات. بعدت كتير قوي في كل الماتشات الاخيره اللي انت تحصل المنافسين معاك على المركز الاول. كولر في مجمل الماتش خد من الماتش اللي هو عايزه، لكن النادي الاهلي في اوقات كتير من الماتش رجع لادائه السلبي. ممكن هنتكلم عنه بالحالات، لكن في المجمل الاهلي احسن كتير من الماتشات الاخيره. تعال نشوف الحالات. يلا يا شباب يلا نشوف الحالات. لو بدانا بحالات الضغط الامامي اللي لعبه النادي الاهلي من اول ثانيه، يمكن ده الشكل اللي كنا متعودين عليه مع كولر في الفتره اللي جه فيها كولر في اول موسم، او حتى مع بدايه الموسم الثاني ليه مع النادي الاهلي. الاهلي بيسترجع الكوره ودايما بيدور انه يسترجع الكوره من نص ملعب الخصم، يمكن من اقرب نقطه لمرمى الاسماعيلي، بيحاول يرجع الكوره ونجح في ده في اول ربع ساعه تقريبا. واستمر الضغط ده طول الشوط الاول لحد ما قدر بيرستاون يسجل هدف الاول. كل الحالات يا كريم هتلاقيها بنفس الشكل. الاهلي دايما بيقاتل ويرجع الكوره في نص ملعب الاسماعيلي، كل الحالات بنفس الاسلوب. لو نكملها ونجري الحالات ورا بعض كلها بنفس الشكل. شوف هنا الضغط، هتلاقيه سبعه لعيبه من النادي الاهلي على سبعه لعيبه من الاسماعيلي. فكره المان وفكره اللي انت بتمنع زوايا التمرير ومساحات التمرير لعيبه الاسماعيلي في نص ملعبه. الاسلوب ده ما كناش بنشوفه الاهلي في الدوري الفتره الاخيره وعامه حتى في افريقيا.
كان الاهلي بيستنفذ دايما الجهد البدني بتاعه في عمليه الضغط، وما كانوش بيأدوه بالشكل اللي احنا شفناه قدام الاسماعيلي في الشوط الاول. استمر نفس الشكل الاهلي طول الشوط الاول بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده، لكن في الشوط الثاني كل حاجه اتغيرت. لو جبنا الحالات بعد كده بتاعه الشوط الثاني، باللحظه اللي نزل فيها مودست الشكل الهجومي للنادي الاهلي اتغير. طبعا خروج وسام ابو علي اللي كان بيضغط بالسرعات بتاعته الموجوده في الثالث الاخير كان بيساعد النادي الاهلي انه يقفل مساحات التمرير على النادي الاسماعيلي وانه يسترجع الكوره بشكل كبير في منطقه الجزاء بتاعته. مودست طبعا بطيء جدا، لو جبنا الحالات بتاعته منذ نزوله في الشوط الثاني ونادي الاهلي تراجع بشكل كبير لنص ملعبه، الاسماعيلي خد حريته في عمليه الخروج بالكوره، بقى في اريحيه في الخروج بالكوره بالنسبه لنادي الاسماعيلي، وقدر انه يهدد مرمى نادي الاهلي وسجل هدف من ركله جزاء. وشوفنا الانقاذ التاريخي بالنسبه لمصطفى شوبير انه كان ممكن نادي الاسماعيلي يتعادل في المباراه. في المجمل النادي الاهلي في اجزاء كتير من مباراه الاسماعيلي رجع للشكل اللي كان متعود عليه جمهور النادي الاهلي مع مارسيل كولر، اللي هو الضغط الامامي على المنافس، اللي انت بتسترجع الكوره من اقرب نقطه للمنافس، نجح فيها بشكل كبير قدام النادي الاسماعيلي. عظيم جدا. المباراه اللي فاتت مباراه مازيمبي تحدثت بشكل رائع جدا عن امام عاشور، النهارده هتحدث بشكل رائع جدا عن امام عاشور. كم جدا انت هتقولي جدا جدا انت هتقولي جدا بس جدا جدا بقى. امام لعيب مختلف واحنا بنحاول نديله جزء من حقه جزء ما يقدمه، لانه دايما بندور على المواهب، دايما بندور على اللعيبه المختلفه البروفايلات اللي تعمل الفرق، دايما اللعيبه دي هي اللي تساوي فلوس، دايما اللعيبه دي لما بتدفع فيها فلوس انت الكسبان مش انت الخسران. لما تيجي تتكلم على امام عاشور، ما اثنينا عليه على امام وما اثنينا على امام خلال مباراه مازيمبي كان يستحقه في سياقه. النهارده ادوار مختلفه تماما وشكل مختلف تماما، وتوقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا من اول الباص بتاع علي، وقف هنا من اول الباص بتاع علي. وهنا بص الكوره طبيعي ان امام راجع عشان يعمل الدور الدفاعي، خرج من الكادر ووقف اول ما يطلع يظهر امام في الكادر، ماشي ماشي علي معلول بس وقف هنا. الطبيعه يا كريم طول الوقت في وجود امام عاشور جبهه الاهلي الشمال ديناميكيه غير طبيعيه، شويه امام هو اللي بيدخل وينجر، شويه امام هو اللي بيدخل في النص، شويه امام هو اللي بينزل تحت عشان يعمل الدور الدفاعي. بص هنا كمل بقى وهنقف عند تفصيله مهمه جدا. الكره دلوقتي مع حسين، ابتدى امام يعمل الران لان في مساحه فين؟ في المسافه اللي ما بين الرايت باك وما بين قلب الدفاع. طيب لقى ان حسين وقف ما لعبهالوش، لا لا ارجع 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 تاني، معلش معلش ارجع ارجع كمان 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 لحد ولا بس بس اقف هنا ماشي فريم كمان ده اللي قدام فريم كمان اللي قدام بس بس يعني بس دي الجون دي الجون. بصت امام ورا ويعمل اسكان، هو احسن لعيب في مصر بشوف بدماغه وبشوف بوشه وبشوف براسه من ورا بشوف في كل الاتجاهات. السكاننج بتاع امام عاشور هو راس ماله الاساسي. حلو. بصت امام انه لقى انه مكانه فضي تاني وسحبته للاثنين لعيبه بتوع الاسماعيلي، طبعا الوعي التكتيكي اقل بكتير. كمل وقف هنا كمان وقف هنا كمان. بص هنا يا كريم برود متناهي، لعيب واثق تماما تماما في قدراته، لقى انه لو شاطها بالشكل ده مليون في المية تخبط في لعيب الاسماعيلي، وقف عليها وعمل. انت من الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن يا كريم، انت من الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن كتير، جامد جدا. في حاجه كده في حاجه بلاي ستيشن بعد ما تشوط تروح مكنسل الشوط. ايوه ارجع بقى دي فتعمل ترقيصه. ارجع دي بس امشي واحده واحده، ارجع واحده سده حلوه منك اهي. بص هوب بس راح راجع تاني خلاص، لعيب الاسماعيلي اوت. هو طلع لعيب الاسماعيلي بلاي ستيشن، هو بيلعب بلاي ستيشن مربع في اكس. ايوه هي مربع في اكس هي دي، راح عامل دي وراح حاطط الثانيه. بالنسبه لي جم فيه حاجات كتير قوي قوي قوي، ثقه وسكاننج ومهاره وحركه وتوقيت وضبط ودقه وترقيصه، وبعدين التصويبه بالنسبه لي جم فيه مهارات كتير قوي في لعيب مش موجود منه في الاهلي. وانا دايما بقول نفس الجمله، مارسيل كولر دايما نفسه في اتنين امام عاشور جوه الاهلي، فرقه تتنقل في حته تانية خالص. عظيم. تكمله على كلام جيمي في موضوع امام عاشور والهدف، لو جبنا الحاله اللي احنا جايبينها والربط ما بين الفكره اللي عملها امام عاشور انه بيسحب المدافع وينزل بيه ويفضي المساحه لنفسه. لا لا دي 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 بقيت 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 الحاله بتاعتي، واروح للهدف اللي انا جايبه. الهدف امام عاشور في الحالات اللي انا جايبها، هدف امام عاشور بتاع اللي جاي جايبه اللي جايبه في الحالات، هتبص تلاقي امام حته انه بيفضي المساحه لنفسه، حته انه بيسرق المدافع وينزل يسحبه نص الملعب، بعد كده ياخد المساحه هو ويتحرك من غير ما المدافع ياخد باله ويبدا انه يسرق المساحه ويتحرك في المساحه اللي قدام. هتبان هنا في الكوره دي يا كريم الكلام ده كله شرحه جيمي من شويه،
انه ازاي امام دايما بياخد في المساحه اللي بتفضى من حسين بيبدا انه يخش على الطرف. طبعا عدم الوعي التكتيكي لعيبه النادي الاسماعيلي نقف في اللحظه دي اللعيبه عينيها على الكوره، ما حدش باصص على اللعيب اللي وراه، اتحرك امام في المساحه بشكل جيد جدا، خد التمريره طبعا من علي معلول شبيهه شويه للتمريره اللي عملها اسامه ابو علي في الماتش الاخير بتاع مازيمبي. بص سبع لعيبه من الاسماعيلي بين اثنين والسبعه في موقف، هو غياب وعي تكتيكي. يمكن جيمي اختار جمله هي صحيحه، غياب الوعي التكتيكي لعيبه النادي الاسماعيلي. هيكمل امام ويسجل الكره بكل يعني بكل المهاره الكبيره اللي عنده هدف. تعال نربط بقى بالهدف بتاع فينيسيوس امبارح بتاع ريال مدريد، نفس الفكره. الله. انه خد المدافع بتاع بايرن ميونخ سحبه لحد نص ملعب، بعد كده لف وخد التيرن ورجع اتحرك في المساحه وخد التمريره من كروس وراح انفراد بالمرمى، نفس الفكره. تحس مارسيل كولر وتحس ان امام عاشور كانوا مبيتين على ماتش ريال وبايرن امبارح. يا نفس الفكره، ممكن دي من العمق شويه. ممكن دي من العمق، ممكن دي من العمق. امام عاشور على طريقه فينيسيوس جونيور. بالظبط، يمكن على نفس الطريقه اللي عملها امبارح فينيسيوس جونيور في الهدف اللي جابه في بايرن ميونخ، نفس الطريقه. ممكن دي متطرفه شويه. واحد هيطلع دلوقتي يقول لك انت شايف امام عاشور. الناس بتبص للربط في امكانيات اللعيبه. الحق لكن مش الطريقه يا جماعه، احنا بنتكلم في الطريقه مش قال لك امام عاشور زي مش في الامكانيات. طبعا فهدف بصراحه يعني متعوب فيه تكتيكيا بالنسبه لمارسيل كولر، بالنسبه لامكانيات امام سردها صح جيمي بشكل جيد صح. لعيب كبير ولعيب فعلا لو موجود منه اكتر من لاعب بنفس الكواليتي بتاعه على المستوى البدني وعلى المستوى المهاري، لا مصر هتروح في حته ثانيه. عظيم جدا. هنروح لفاصل ونواصل، هسال جيمي بعد الفاصل عن مصطفى شوبير، خليكم معنا. محمد جمال جهز بحالاته واشعاره واغانيه عن مصطفى شوبير. خلاص ده استاذ جيمي، مجهز لنا اغنيه ايه النهارده؟ يستاهل طبعا، يستاهل يعني هو بعيد طبعا عن يستاهل بعيد عن يستاهل. كل المرضيه مصطفى شوبير طبعا. مصطفى شوبير ما يقدمه من اداء، ما يقدمه، اتكلمت عنه باستفاضه كريم في الانترو، الكباتن كابتن احمد صبحي كان بيتكلم عليه في الفقره الاولى. اللي عايز اقوله انه احيانا قبل بس اروح للحاله، احيانا بيكون الحارس بيشتغل على نفسه وبيشتغل كتير، لكن في جزء جيني، في موهبه، الموهبه دي بتاعت ربنا. في حارس مصنوع وفي حارس موهوب. فالناس دايما كانت بتحط ستريس جامد على مصطفى شوبير بسبب ان والده احمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر سنين، حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم، وحارس مرمى النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي. لكن تعال نشوف مصطفى شوبير استفاد ايه من احمد شوبير. قدم مباراه كبيره قوي، لكن احمد شوبير ومصطفى شوبير هوريك الريفلكس بتاع حركه الايد، نفس حركة الإيد، الخروج في الانفرادات نفس الشكل ونفس التكنيك. الراجل بيشتغل على نفسه طبعا مليون في المية. وأنا هنا من حلقتين قلت إن من غير ما كابتن شوبير يزعل مصطفى أحسن من باباه، لكن في النهاية أنا بكلمك على إنه الراجل واخد منه جينات عاملة إزاي. طبيعي الراجل واخد منه موهبة في بعض الحاجات، مهما يشتغل بتكنيك مختلف مع مدرب مختلف في وقت التدريب فيه، والتكنيكاليتيز في حراس المرمى اختلفت تماما. تعال نروح لحالات الماتش والشكل والخروج بتاع مصطفى وإبعاده وتركيزه في المباراة، وبعدين اروح لك للحالتين التانيين. يلا. طبعا فاول حطه عبد الرحمن بشكل ممتاز، لكن الكره شويه كانت في المتناول، كانت في منتصف المرمى، تعامل معاها مصطفى بشكل ممتاز وابعدها على جنب، تصدي مثالي، وان كان مكانه برده كويس عشان هو برده الكره جايه من ورا الحيط مليون في المية. اللي بعديها اصعب انفراد، صعب جدا جدا جدا. هنا انا جبت لك الريفلكس، ركز على ايد مصطفى. اصعب كره على حارس المرمى دايما ارجع شويه، ارجع كره ارجع 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 وبينزل الكره يا كريم، اللي ايده اللي ايده بعيده عن الارض، والكره قريبه جدا قبل ما يصدها، والكره قريبه جدا من جسمه قبل ما يصدها على طول. بص يا كريم، اصعب كره على حارس المرمى، بص هنا النزول بالايد في المنطقه دي شبه مستحيل، لان المسافه ما بين مكان الكره وما بين رجل مصطفى شوبير اقل من يارد، صعب جدا انه ينزل بالشكل ده بالسرعه دي. صح. اللي بعده، لان اجيب لك الشكل الثاني بتاع فرده الايد العكسيه والتصدي بالايد العكسيه على الارض في اخر كره في المباراه. اللي بعد، ماشي اللي بعده على طول، الكره دي الخروج في الانفراد، وركز لي هنا في الخروج في الانفراد. بص النزول برجليه وصدره قدامه علشان يعمل حركه النجمه اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، والشكل بتاع التصدي للانفراد. روح للي بعده على طول، اخر كره في المباراه واصعب واحده في وجهه نظر. اللي بعده، ايوه قالك بعد، لا دي نفس دي نفس الانفراد، دي الاعاده بتاعتها. بص يا كريم هنا، بص ركز تاني الاسترتش بتاع الرجل والايد والنزول لمكان الكره على الارض بيخليه يعمل الاسترتش وينزل على الارض في وقت قصير جدا، وهو مش شايف الكره من رجل المدافع. فهنا بتتكلم على
سرعه الريفلكس قبل ما يكون التصدي بتاع الكره انه شكله حلو، ان هو عنده ريفلكس ممتاز. بص بص التركيز يا كريم، هو باصص ومتوقع فعمل الريفلكس بايده على الارض، وهي اصعب بكتير. وبالمناسبه هو اخطا في واحده شبهها في مباراه البنك الاهلي، لكن دي هو قاريها بدري. فانا هنا بكلمك على جول بيتطور، مش بس ان هو قادر انه يكون نجم الاهلي في معظم المباريات اللي فاتت. يلا اللي بعد هجيب لك لقطتين، واحده ريفلكس وواحده انفراد. طبعا مصطفى خد رجله المباراه، جيب لك لقطتين بعد دي على طول، هتلاقي اللقطتين اللي بعديهم لقطتين، واحده في مباراه الاسماعيلي والنادي الاهلي للكابتن احمد شوبير. كره طبعا هنا، بص بص الراجل وقف وقف وقف، ارجع ارجع. هنا الكره بتلعب بالعرض، وقفت خبطت في ظهر المدافع ونزلت لمهاجم الاسماعيلي جوه الست ياردة. هو الراجل عمل الريفلكس، بص هتلاقي رجليها تتزحلق، بص هو راجع رجليه اتزحلقت خلاص. بص هنا الريفلكس بالايد العكسيه صعب جدا جدا جدا. فانا بكلمك هنا على ريفلكس مع اختلاف الفارق والبروجرام البدني والبروجرام التقني اللي بيتحط في التسعينات او بيتحط دلوقتي. الكره اللي بعديها انفراد في المباراه الشهيره، مباراه مصر والجزائر والتاهل لكاس العالم، وفرصه في اللحظات الاخيره. ومصطفى بقى على طريق كابتن شوبير طبعا اللي بنعتذر على الصوره، طبعا مباراه قديمه جدا. فبص بص بص يا كريم، بص الانفراد ده نكملها بقى من غير ما كمل كمل من غير ما توقف، لو كملتها بكسل. بس واقف هنا، بص 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 يا كريم، نفس الخروج، الخروج بالرجل مع انه قافل بصدره بايديه الاثنين. فهذا الشبل من ذاك الاسد مش كلام. برضو كابتن احمد شوبير كان حارس عظيم قوي برضو. طبعا انا حضرت مباريات على فكره بالمناسبه، انا حياتي كابتن احمد شوبير في الملعب، وبالمناسبه حضرت مباراه اعتزاله كمان سنه 97 يعني بالمناسبه. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب في واحد تاني عمل مباراه جيده جدا وما زال يقدم مباريات جيده بعد المباراه اللي فاتت، بيقدم النهارده مباراه ايضا جيده، اكرم توفيق. اكرم يعني احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت بعد مباراه مازيمبي، والشكل الدفاعي اللي اظهره لمارس الكوره وجماهير النادي الاهلي، واللي عوض غياب فيه مروان عطيه، شفناه النهارده بادوار تانية وفي مركز تاني، ولكن اكرم بيواصل تالقه بشكل كبير مع النادي الاهلي. وزي ما بنقول كده بيبيض وش كولر، الثقه اللي مديها له انه سواء بيلعب 8 او بيلعب 6 او حتى لما الاهلي بيفقد الكوره وبينزل يلعب جنب مروان كاتنين لعيبه ديفندرات اتنين رقم 6 قدام خط الظهر بيأدى بشكل جيد. لو جبنا الحالات بتاعت اكرم توفيق، كم الاستخلاص اللي عمله في المباراه كريم بشكل مبهر، وفي توقيتات وفي اماكن حساسه في منطقه وسط ملعب النادي الاهلي. لو مشينا بالحالات دي، يمكن واحده من الحالات المهمه لفرقه النادي الاسماعيلي، زياده عدديه وكثافه هجوميه لعيبه النادي الاسماعيلي، بيرجع قاطع مسافه كبيره جدا عشان يستخلص الكوره، قطعها مره راحت لعيبه النادي الاسماعيلي. الاصرار اللي عنده انه يستخلص الكوره بدون اخطاء، وتحط تحت كلمه بدون اخطاء دي 100 خط، ان مش كل لعيبه الديفندرات بتقدر انها تستخلص الكوره بدون خطا. نفس الكلام في وسط الملعب، السرعه في انه بيستخلص الكوره النادي الاهلي وبيعيد الكوره النادي الاهلي عنده بشكل كبير. بص المسافه اللي كانت بينه وبين اللعيبه يا كريم، هيرجع معاه، هيفضل الاصرار عنده ان هو اللي هيجيب الكوره، هيرجع هيضغط بدون خطا ويرجع الكوره النادي الاهلي. انت بتتكلم في اربع او خمس كرات شبه بعض، هو بيرجع الكوره النادي الاهلي في اقرب نقطه للمنافس، او حتى لما المنافس بيخش وسط ملعب النادي الاهلي. نفس الكلام ضغط بدون اخطاء. لو مشينا كل الحالات كلها شبه بعض، من الاخر كولر عرف ان هو يطلع من اكرم توفيق النقطه الايجابيه اللي كانت عنده لما كان موجود في انبي، ولما كان حتى بيلعب في المنتخب الاولمبي، انه بيقدر يرجع لك الكوره بدون اخطاء، وعنده حته الشراسه في عمليه الضغط اللي كان مفتقدها النادي الاهلي في غياب مروان عطيه. اصبح عندك اتنين في وسط ملعب النادي الاهلي يقدروا ان هم يسدوها في وش اي منافس، سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي. وسام علي، روح لوسام سريعا عشان عايز الحق كمان اتكلم على الضربات الثابته، عشان هو شهاب خدها في البدايه، فانا هتكلم امر عليها سريعا. اللقطتين بتوع عمليه الضغط، واقول لك انا بقالي 3 4 حلقات عمال اقول من وقت ما بدا وسام يلعب، عمال اقول وسام مش بس مهم في الجزء الهجومي، وسام مش بس مهم في الجزء الهجومي. النهارده اكملها لك، اقعد الحالات عشان الوقت. وسام لعيب مهم جدا في السيستم، لعيب مهم جدا في عمليه الضغط. وبين لما خرج لما خرج وسام ابتدت عمليه التحرر والكرات الخطره زادت جدا على النادي الاهلي. ليه؟ لو نعرض الحالتين بتوع وسام سريعا واحنا بنتكلم. وسام يا كريم لعيب شرس جدا في عمليه الضغط، ولعيب معدلات الجري بتاعته كتير جدا، فبيجبر الفريق اللي قدامه يطلع الكره بره، يا اما يطلع بكره طوليه، فانت هنا ما خليتش الفريق اللي قدامك يبني، فانت دافعت من اول لعيب
ومش هقعد اقول الكليشيه بتاع ان اول لعيب بيدافع في الملعب هو راس الحربه. هو الراجل ده نموذج، هو اول لعيب بيدافع في الملعب فهو نموذج لراس الحربه. سجل ما سجلش، فانا بالنسبه لي وسام ابو علي هو نموذج لراس الحربه المثالي مع المدير الفني ده للفريق ده. فريق بيلعب طول الوقت عايز يرجع الكره بسرعه، فهو لاعب مهم جدا في عمليه الضغط. مش هعلق اكتر من كده على وسام. ودي الكره الثانيه لما تشوف التحركات، امتى بيقف، امتى بيضغط، امتى بيقفل زوايا التمرير، وفي النهايه الكره دي بعد ما يكمل معاه في عمليه الضغط هنا مروان هيخش يكمل هيضغط عليه لحد ما اللعيبه يطلع بضربه ركنيه. انتوا اتنين عايزين تتكلموا على كره السبت صح؟ اتفضل. شكل جديد بيظهره كولر مع النادي الاهلي ما تعودناش عليه في الفتره الاخيره. ممكن في بدايه كولر مع الاهلي كان بيبان ده في الكرات اللي هي الركله الركنيه، الكرات الثابته المتحركه اللي كانت بتبقى حوالين منطقه الجزاء. النهارده شفناها في الكورنر، شفناها في الكره الثابته. لو جبنا الحالتين يمكن جيمي برضو كان جايب نفس الحالات ونتكلم فيها انا وهو مع يلا بعض. بينا يلا بينا. من المرات القليله مع كولر اللي انت بتشوف ان في جمل تكتيكيه بتتعمل على الكرات الثابته من خارج منطقه الجزاء، التحركات اللي من غير كوره واللي انت بتخدع المنافس بتاعك بتركه معينه انت معود لعبتك عليها، امر جيد طبعا بدون ادنى شك. يمكن التنفيذ ويمكن قله الدقه شويه عند علي في التنفيذ، لكن في حاجه كويسه الاهلي حلو بس هو التوفيق ما جابش يعني، هو شطها حلو قوي. حتى الكورنر اللي كان الاهلي ممتاز وكان مميز فيه بان هو بينفذه من لعبه واحده، وكان طبعا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت ان محمد عبد المنعم او باقي اللعيبه تقدر ان هي تخش وتلعب الكوره بالهيدرز بشكل جيد. النهارده بنشوف شكل تاني للكورنر في النادي الاهلي بتركه برده مختلف. حلو اتفضل. انا بالنسبه لي قصه مختلفه شويه، مش بس ان هو بيعمل حاجه جديده، انهم يستعدون لمباراه الترجي من الان. حلو. لعب الكرات العاديه امام الترجي والكورنرات العاديه، هم اميز فرقه جوه افريقيا بتلعب كرات راسيه دفاعا وهجوما. عندهم غير رودريجو الراجل راس الحربه، عندهم اتنين لعيبه سنتر باكس، عندهم عيوب تانية دفاعيه لكن اتنين سنتر باكس بياخدوا كل العالي. يعني هو النهارده كان بينفذ حاجات في مباراه الاسماعيلي ومباراه الترجي، هو بيجهز حلول ثانيه. انت لو نعرض الحالتين تاني اللي كانوا بيتعرضوا دلوقتي، هو بيجهز حلول ثانيه استعدادا لمواجهه الترجي. هو المعتاد قبل ما تلعب ارجع المعتاد في كره زي دي، اي حد يسال نفسه ايه اللي هيتعمل في كره زي دي يا كريم، بص كده على الكره قول ايه الطبيعي اللي هيتعمل في كره زي دي. أوفر. انه هيعلق الكره جوه ال 18. طيب انا ما عنديش لا الاطوال ولا اللعيبه باستثناء محمد عبد المنعم وسام ابو علي، هم اللي مميزين شويه في الكرات الراسيه، لكن اتنين في وسط اربعه خمسه من الترجي الموضوع هيبقى صعب جدا. فالراجل بيدور على حل يستفيد بيه الكرات الثابته اللي بالشكل ده او الكورنرات. طب تعال نشوف هل هي كانت فرصه وليده الصدفه او اتعملت كده اللي بعديها. وهنا في حاجه مهمه جدا تقول لك انه تكتك. وقف هنا ثواني. المعتاد على اللعيب ده لو رجعت له الكوره بيبقى فين يا كريم؟ في موقف تسلل. حسين لعب الكوره وقبل ما يعرف وايه اللي يحصل فيها، هو قاطع سبرنت عايز يكسر التسلل، هو ما يعرفش. اذا ده متحضر، مش صدفه ومش قرار لعيب، هو الراجل قاطع السبرنت بسرعه. وهتلاقيه كمل بس على البطيء، كمل. بص يا كريم، فضل لحد ما كسر التسلل وراح عادل نفسه تاني. الانهاء ما كانش افضل شيء، هعذر حسين اللي مقدم مباراه سيئه جدا النهارده، لكن لسه راجع من الاصابه، لسه شويه يرجع تاني. فالتجهيز بالنسبه لي الكرات الثابته والشكل ده هو مهم جدا 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 قبل ما تبدا. وفي نوع من انواع ارباك الخصم، اللي انت الخصم بتاعك ما بقاش عارف انت هتلعب ايه. هل الكورنر هترفعه مره واحده؟ هل هتعمل نفس التركه دي؟ طب الفاول هتشوطه مره واحده؟ طب ارفعه. فدي بتدي حلول بالنسبه لي. صح، هخليه عنده خلل يعني. بالظبط. شباب انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت ودايما متعلق. حبيبي جيمي دايما متعلق وبشكرك شكرا جزيلا. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على الف خير.